اوكي انا دلوقتي احنا داخلين على الجزء الثاني اللي هي environment and culture. انا بربط ما بين الاثنين ليه؟ انا هعمل محاضرتين مختلفتين بس هم مربوطين مع بعض، لان جزء كبير من التكنيكس اللي هنستعملها for evaluating cultural benefits جاية من الشغل اللي اتعمل في الانفايرمنت. يعني الشغل بتاع الانفايرمنت preceded الشغل على الكالتشر، انما التكنيكس are the same. فهنمشي عليهم دلوقتي، نبتدي بالانفايرمنتال ايشوز بصورة عامة. هبتدي اقول لكم ان احنا we need to know where we are going، وده محاضرة كنت عملتها هنقعد مع specialists سنة 2009. اساسا هبتدي معاكم في ان policy is important وان measurement is important، وازاي ان احنا مشينا في قضية sustainability وبعدين wealth accounting and complexity and chaos والindicators بقى. فاول حاجة لو نظرنا للeconomic growth والpoverty reduction، هنقول طبعا بعض الناس هتقول growth is a necessary but not sufficient condition for poverty reduction، لأنه the quality of growth and the nature of the policies is matters enormously. احنا كان عندنا معدل نمو اقتصادي ممتاز في مصر قبل الثورة، ولكن الامباكت بتاعه على poverty reduction كان محدود. فإذا نظرنا، إذا حطينا هنا ال percent annual decline in poverty measured as مثلا head count index عدد الناس اللي بتقل، وهنا ال percent annual growth in GDP per person، هنجد مجموعة من الدول كده، وأقدر أقول لك في علاقة واضحة جدا أهي. يبقى خلاص focus on growth and don't worry about it. إنما أنا أقول لك بص كده عند هذا الخط اللي تقريبا 7% 7 وشوية%، هتلاقي مجموعة من الدول بتاخد تقريبا 8% reduction ومجموعة من الدول بتاخد 2.5. الفرق انه it's huge، لان في سياسات اخرى لازم تتعامل مع سياسات التنمية. والانيكواليتي اند ويلفير يعني مثلا ما بين الاوروبيين والامريكان، الامريكان يقول لك ان احنا movement into a knowledge based economy بيؤدي ان في مور انيكواليتي، وده شيء طبيعي، امريكا سابقه الدول الثانيه. فالسؤال كانت از ات انترنسيكلي جنريتنج مور انيكواليتي. الشغل ده اتعمل في سنه 91 بس ما يفرقش كتير من دلوقتي، انه بيبين ادي الليفل اوف انيكواليتي بيرسنت اوف ذا بور بالنسبه للدول المختلفه، ادي الدول الاوروبيه وادي امريكا. فيقول لك احنا كده عشان احنا مور ان ذا نوليدج ايكونومي، انما الواقع لو شلت التدخلات الحكومية زي الهيلث سبورت والإدوكيشن سبورت والهاوزينج سبورت والترانسبورت سبورت بابليك ترانسبورت سبورت، الدول كلها شكلها كده. يعني in other words الدول in fact أمريكا is not the most unequal inherently unequal، إنما اللي بيحصل النقلة إلى من هنا لهنا ده قرار سياسي لدعم الفقراء في المجتمع. وبالتالي الفرق ما بين المعدل الأوروبي والمعدل الأمريكي reflects a decision political decision على معاملة الفقراء. يعني دلوقتي طبعا احنا شايفين الكلام ده في المعارك اللي تمت على الهيلث كير اللي بيسموه الأوباما كير والمش عارف ايه. فكرة ان امريكا لغاية دلوقتي فيها كان فيها 40 مليون واحد ما عندهمش اي هيلث كير تغطية صحية، يعني كانت الديسجريس يعني. وده خيار سياسي ملوش دعوة بأي حاجة تانية. يعني انجلترا والسويد وفرنسا وكمان هم عندهم كلهم بيدوا دعم صحي للناس بتوعهم. measurement counts because we treasure what we measure. اللي نعرف نقيسه ونعده بنديله وزن أكبر من الحاجات الإنشاء. ده بصورة عامة يعني. لذلك في أغلب الأوقات في ناس كتير بتخسر قدام المعارك مع وزير المالية. وزير المالية كله ميجرت كله بالمجر. ثانيا ان انا لو عايز اعالج اي مشكلة البريسكريبشن والدوزج
مرتبط with an accurate estimation، يعني هل البرنامج ده هيحل المشكلة اللي أنا بحاول أحلها ولا لا. فلازم يبقى عندي تقييم فعلي لعرف حجم المشكلة اللي أنا بحاول أعالجها قد إيه، وحجم الإتاحة اللي أنا بعملها قد إيه، والعلاقة ما بين الاثنين عشان أعرف إذا كان في impact ولا لا. Over time الترند is maybe more important than simply a magnitude، يعني أعرف بيزيد ولا بيقل، المشكلة بتزيد ولا بتقل، بتقل ليه وبتزيد ليه. وانه عشان اقدر اعمل مونيتورنج للبروجرس بتاعي اوفر تايم، فاي نيد تو بي ايبل تو نو ويذر اي ام هافينج ديزايرد امباكت، ماشي في الاتجاه السليم ولا لا. ده النقطه الاساسيه. هنا برضو عشان ارجع تاني لمعالجه قضيه الانبوت فاريبلز، ما ينفعش اقول انا بنيت كم مدرسه. انا اللي يهمني اكتر قوي كم تلميذ من الشريحه العمريه جوه المدرسه. يعني تبني مدارس ده input، كم فصل كم مدرس كم مش ده input. بعدين نقدر نتكلم على quality of input، لو تقول عندي 100 طالب في الفصل ولا 25 ولا وتبقى دي قضايا أخرى. إنما أساسا دي measurement of inputs، في الآخر لازم يبقى عندي one of the output measures إن كل الطلبة لازم يكونوا أو نسبة الطلبة اللي هما داخلين جوه المدارس. For all of that measuring is important. طيب نعمل ده ازاي في قضايا البيئة؟ هي يعني بدأنا بتفكير في العلاقة ما بين اللي نسميه الإيكولوجيكال فوتبرينت بتاعت الناس، ان كل نظام اقتصادي له عبء على البيئة. وتطور بعد كده نوعين من الإيكونوميكس، وهي نوعين من الإيكونوميكس موجودة اللي هي الماكرو إيكونوميكس والمايكرو إيكونوميكس. الماكرو ايكونومكس دي اللي بتنظر على مستوى الدولة، يعني بنقول الديفيسيت في الموازنة قد ايه، الميزان التجاري بتاع مصر قد ايه. المايكرو ايكونومكس نعمل المشروع ده ولا المشروع ده، نبني طريق مصر اسكندرية ولا نبني طريق اسكندرية مطروح، دي مايكرو ايكونومكس. وبعدين في حاجة اسمها جينوين سيفينج، الله يرحمه ديفيد بيرس كان من الفرقة بشتغل معها العمل الشغل ده، كان outstanding work الحقيقة. فالإيكولوجيكال فوتبرينت أصبح إنه كان زمان التأثير بتاع الإنسان على الطبيعة مهمل، ملوش impact، الإنسان قد كده وطبيعة كبيرة جدا، ولكن الآن أصبح كده. Actually they're not very far apart، دي في Southeast Asia ودي في بنغلاديش. ف يعني you have more fishermen than you have fish، يعني حاجة فظيعة جدا. فالإنسان الإمباكت على الإنسان بيزيد جدا على الطبيعة، والسيستمز الطبيعية غير كيبابل إنها تعمل ريسايكلينج للحاجات دي. الأمن الغذائي زي ما احنا عارفين حاجة مهمة جدا، والزراعة أكتر حاجة بتأثر، لأن تقريبا 40% من الأرض وكمية مهولة من المية، تقريبا 70% من المية العالمية الوزدرول بتستعمل في الزراعة يعني. والأكبر إمباكت على الهابيتاتس جاي من الأراضي الزراعية. وبعدين on top of that عندنا بنضيع الكواليتي بتاعت الأرض بأنه بيحصل soil erosion، والمدن بقى بتنمو. المدن نفسها لها قيمة كبيرة جدا من ناحية الإفيشنسي بتاعتها في حاجات معينة، ولكن لها problems تانية في الجينيريشن of toxic waste و pollution that's highly concentrated in particular locations، زائد ان الصناعة احنا عارفين عملت تأثير اساسي على تغيير المناخ. والبولوشن في كل حتة بتزيد بشكل رهيب جدا. ولو اقول لكم انه في كلام، بس انا ما اعرفش الحتة ما رحتهاش شخصيا يعني ما اقدرش اقول هذا، انما ان في حتة بحجم تكساس موجودة في شمال المحيط الهادي كلها زبالة، لان الكارنتس المختلفه بتيجي كده وتجيبها في حته واحده. فايتس ا هيوج اريا بتاع زباله. انما جاك كوستو الله يرحمه كان بيقول لي مفيش حته في المحيطات في العالم النهارده لو تاخد ووتر سامبل مش هيطلع فيها اثار بتاعه بتروليوم فيولز، سواء ثرو بلاستيسيزيشن او ثرو فيولز. الانرجي، كميه استعمال الانرجي طبعا احنا عارفينه في المدن بصفه خاصه، a loss of biodiversity،
وده كل الامباكت على كل انواع السيستمز البيرد فيشريز والاكستنكشن والبلانت والنيتروجين فيكسيشن والكونسنتريشن واللاند ترانسفورمد. لاند 45% من كتله الارض غيرها الانسان. طبعا المشكله ان احنا حاسين المشكله الاجتماعيه من ناحيه والمشكله البيئيه من ناحيه، ان في ناس اقوياء جدا مش سائلين في البيئه، فبقيت الناس بيدوسوا على الناس وعلى البيئه بشكل واضح جدا. فاحنا قلنا طيب يعني الناس عايزه تحسن مستوى معيشتها، وفي نفس الوقت عايزين نعرف الامباكت ده على التنميه ازاي يبقى في تنميه ذات سستينبل. فوجدنا ان الامباكت بيتغير، مش كل حاجه بتزيد مع يعني في حاجات بتتحسن وحاجات بتستاء. فعشان نعمل علاقه ده انديكيتورز، مثلا municipal waste per capita بتزيد، كربون دايوكسيد بيزيد، ولكن ال percentage without adequate sanitation بيقل، ال population without safe water بيقل، في حاجات concerning particulate matter بيقل، فعلى حسب يعني. فالترندز فاري اون ذا ايشوز. فجينا في المايكرو ايكونومكس قلنا لازم نفهم ان في لينكجز ما بين الاثنين وما هياش سهله. وعلى فكره المبدا العام ده موجود في كل حاجه. يعني المحاوله تو سمبليفاي It's okay، ولكن لازم الواحد يعرف what you are giving up as you simplify. بكلمكم على greening of the national accounts. يعني أساسا احنا قلنا ان في scale of the economy وال output structure وفي input output efficiency وفي environmental damage per unit of input، بيطلع quality of the environment. هنا نقدر نحسب الحاجات دي كلها، ودي policies مختلفة هنا environmental benefits والpolicies اللي بتجيب environmental benefits دي. إنما الحسابات دي كلها احنا كنا بنطالب انها تخش في national income accounts، والحقيقة فشلنا. سنة 93 الأمم المتحدة وافقت انها تعمل environmental accounts بس as a satellite system of accounts، يعني الدول تمشي زي ما شغالة بالجي دي بي وتعمل جنبها كده زي annex environmental accounts. فده كان الوقت ده كنا بنعمله انا واندرو ستير، كنا بنعمل حاجه making development sustainable وبتاع الجرافس دي كلها. الناشونال انكم اكاونتس دي اللي هي العالم كله بيستعملها لغايه دلوقتي، هي فيها مشكله انها measures flows and not stocks. بالنسبه للي شافوا المحاضره بتاعه الفاينانشال ستيتمنتس، this is the equivalent of saying a revenue and expenditure statement but not a balance sheet. الدول ما بتعملش balance sheet. طبعا ده معناته انهم بيعملوا حاجات لو كانت شركة بتعملها كانت تروح السجن. زي ايه؟ انك انت تبيع الاصول بتاعتك وتعتبرها income. لانه by definition the disposal of assets should be reflected in the balance sheet. And in the absence of balance sheet ما ينفعش ان انا اقدر اقول عليه انه income. ف we wanted to add an environmental dimension. Will UN agree to environmental accounts? مشكلة دلوقتي غابة زي دي is given zero value في ال national income accounts. إذا حد قطعها it becomes a positive contribution. Positive not negative. بقت قيمة خشب بقى. كلام على الخشب. فالفورس دي ملهاش قيمه في الناشونال انكم اكاونتس. فاحنا كنا عايزين نعمل جرينينج للناشونال انكم اكاونتس. طيب هاو دو وي دو ذس؟ قلنا في الكونفشنال ناشونال اكاونتس وهنعمل انفايرمنتال اكاونتس، بس اليو ان فورست اس تو كيب ذم سيبريت. يعني احنا كنا عايزين اليو ان تو ادوبت الانتجريشن بتاع الاثنين بس it didn't. ففي فيزيكال امباكت، ونتيجه للفيزيكال امباكت ده في دوز ريسبونس فانكشن. يعني بنقول نتيجه ده تاثيره ايه ان بيور كوانتيتي. احنا بنتكلم بقى ايه كوانتيتي فيزيكال امباكت، وبيبقى له هيلث اند برودكشن امباكتس. هيلث امباكت لو في بولوشن، برودكشن امباكت لو في لوس اوف ناتشرال ريسورسز زي مناجم باخد منها اتسترا اتسترا، او غابات بقطعها او اتسترا. وده از نون مونيتري، الاثنين دول نون مونيتري، ذيز ار فيزيكال كوانتيتيز. وبعدين بنعمل لها ايكونوميك فالويشن. خدوا بالكم يا محمد صلاح،
economic, not financial valuation. وبنطلع impacts in monetary terms estimated from an economic function. وبعدين بعمل هنا بزود ايه بقى في حاجتين بيحصلوا. Physical impacts is a resource depletion effect والenvironmental degradation. يعني احنا عارفين كويس قوي مثلا ان الصين زادت فيها الفلودز لانهم قطعوا الغابات وان وجود الغابات من ضمن الحاجات الاخرى غير الفاليوز بتاعتها كهابيتاتس للطيور والحشرات والى اخره بتحمي ضد الفلودز. طيب او ده وضد السويل ايروجن وضد حاجات معينه. These are called environmental services. A degradation of the environment is different and additional to the actual physical loss. يعني اقول كان عندي 100 هكتار غابه وشلت منهم 20. اوكي اقدر احسب ال 20 دول ده از physical depletion. انما as a result of that 20 I've also lost protection ضد الفلود ولوست مش عارف ايه ولوست biodiversity. ده result of environmental degradation. فعندي two levels هنا موجوده. فبعمل ايه بعد كده؟ I confront these two وبعمل green national accounts. الجرين ناشونال اكاونتس ده هي الاولانيه بعملها على تو ليفلز. الاولانيه از جاست ريسورس ديبليشن والثانيه اللي هي بزود عليها انفايرمنتال ديجريديشن. فطبعا احنا كان املنا ان يحصل ادابتيشن في اليو ان سيستم اللي بيطلبه انما اليو ان وافقت على الاثنين دول. يعني وافقوا على اللي موجود هنا بس العلبتين دول ما وافقوش انهم لازم يبقوا احنا كنا عايزين نفرض انهم لازم يبقوا انتجريتد. طيب فاحنا ده بالنسبه للماكرو ايكونومكس مشينا عليها. في المايكرو ايكونوميك في البنفيت كوست اناليسيس اللي احنا مشينا عليها قبل كده بالنسبه للمشروعات كان الكي ايشوز استيميتنج ذا كوست استيميتنج ذا بنفيتس اند ذا ديسكاونت ريت اند ذا تايم هورايزن. شفنا ان الديسكاونت ريت والتايم هورايزن لهم امباكت ضخم جدا على الايفالويشن بتاع الكوست بنفيت. فوجدنا في دراسة عملناها environmental burden of disease قيمة الحاجات دي. يعني قلنا طب نحسب في الكوست بالنسبة للكوست. دي دراسة اتعملت في المكسيك في 1990 لقينا ان ال disability adjusted life years نتيجة الأمراض اللي بتحصل is 37% non-environmental factors 63% يعني تقريبا تلتين is due to environmental factors. زي ايه؟ traffic accidents, urban air, work related, home. دول كلهم الاماكن اللي بتتناجد فيها البروبلمز اللي الناس من الفاكتورز نون انفايرمنتال فاكتورز. بنقصد بقى انه واحد عمره 80 سنه حصل له اللي حصل له عيان بتاع جاله حاجه. المشكله الثانيه اللي عندنا لغايه دلوقتي كانت ودلوقتي بدأت تتغير شوية. أنا طبعا بتكلم دي إحصاءات من سنة 92 كان لسه أول IPCC وكنا بنقول إنه التوقعات إن الـ costs بتاعت الـ actions هتبقى عالية in the short term وهتبقى ولكن الـ benefits هتبقى عالية in the long term. ففي base case و long term ولو في high damage يحصل الـ benefits avoided damage. الـ benefits are avoided damage. المشكلة كان إن السنوات دي كتيرة قوي وبالتالي القيمة الفعلية by discounting becomes worthless. يعني roughly discounted cash flow over 20 years is zero. فأي liked الجراف ده بحب أحطه كنت بناقشه إنه لو أنا باخد an annual percentage rate of 10% at 0%, 1%, 5%, 10%. كويس؟ The value of $1 after 200 years. لأن احنا كنا بنتكلم على الإمباكت بتاع الإنفايرمنت 200 years from now. طبعًا with the 0 rate it remains 1. With the 1 rate it becomes 7. With 5 it becomes 17,000. With 10% it's 190 million. يعني if you were to use conventional cost benefit analysis, you would have to justify every dollar spent today by benefits of 190 million 200 years from now.
الكونكلوجن بتاعت الحكايه دي ايه؟ It's not a suitable technique. It's the wrong technique to use for long time horizons. It's not that, boy, you need to justify it with very big number. لا. It's the wrong technique. لأنه في حاجات معينة, a range within which it's applicable, it has a certain value. Beyond that, you have to go to another technology or to another technique. But all it says, it's not that it says the benefits have to be huge. لا. It says, إنه it's the wrong technique to use for evaluation against long time scales. جينا قلنا حاجة تانية. This is a case حطينا علامة استفهام هنا لسبب معين. ده كان مكسيكو 1985. كان الجروس دوميستيك انفستمنت 22%. Which is very healthy يعني كويسة. بس in effect لو شلت الديبريشيشن محمد الشيحي مفروض تبقى متابع موضوع الديبريشيشن انت واشرف الديبريشيشن بيبقى 12% لو عملته less depletion of natural resources زي ما كنا بنتكلم بيبقى 5% لو less degradation of the environment يبقى minus 2 ليه لان وقتها كان في الكونتادورز اللي هو لما فتحوا النفطة الاولانية امريكان عدوا الفرانتير وبدأوا يبنوا مصانع قذرة جدا وتوكسيك جدا on the Mexican side of the border على أساس أنهم بيعملوا بيوفروا وظائف فالinvestment ده looked big هنا it became minus 2 هنا حطينا علامة استفهام على أساس is this a unique case to Mexico is it unique to 1985 we didn't know ف we decided to think again through the whole problem وحرجع تاني للدياجرام ده كمان شوية فعملنا a conceptual framework for environmental assets. فأساساً, what is the total economic value of an environmental assets? An environmental asset, whatever it is, yeah. ففي use values وفي non-use values. Use values, الحاجات اللي أقدر أستعملها أنا. I actually use them. في حاجات زي ما كنا بنتكلم من شوية. جمال السينري توافر البايو ديفيرسيتي ما بستعملهاش انما لها قيمه فاليوز فاليوز في دايركت يوز اكستراكشن حاجه زي في اندايركت يوز والنون يوز فاليوز فيها اكزيستنس فاليو يعني حاجه كويسه انها موجوده واذر نون يوز فاليو هجيب لكم اليها دلوقتي هي ايه وبعدين عملنا حاجه ما بين الاثنين سميناها option value. Option value طبعا اي حد يعرف ان في الـ options ان انا اقدر ادفع قيمة النهاردة في البورصة او في اي حتة to retain an option ان انا اشتري اسهم معينة بعد فترة معينة بقيمة معينة او ان انا هأجر شقة معينة او ارض معينة بقيمة معينة بعد سنة او بعد ست شهور وهدفع هذا المقدار لو انا ما جيتش هيضيع عليا المقدار ده بس طول ما انا دفعت المقدار ده انا بحتفظ بالحق اني استعمل الاصل ده في ظرف زمني معين في فتره زمنيه معينه فقلنا طيب يبقى في حاجه ما بين اليوز والنون يوز فاليوز تسميها اوبشن فاليو لان عندي دايركت يوز فاليوز هنا فأقدر أدفع أوبشن النهاردة عشان أحافظ على حقي في استعمال الحاجات دي مستقبلا فالحتة دي الـ conventional economics is reasonably good at الحتة دي يعني فيها a bit of a stretch يعني احنا بناخد من applications تانية بننقلها على الـ application دي الحتة دي كانت جديدة علينا في الـ environmental economics وقتها ال indirect non values دي زي ايه بقى طيب الدايركت يوز عندنا output that is directly consumed food biomass recreation يعني انا لما دام بروح وبستعمل موقع معين بدام بستعمله كريكريشن it is a use وفي ال indirect benefits زي ال functional benefits ال ecological services flood control storm protection كل الحاجات اللي كنا بنتكلم عليها دي اللي هي حاجات مش انا اللي بروح استعملها
باخدها شخصيا، انما هي كده موجوده كاندايركت يوز بستفيد منها من وجودها. الاوبشنز طبعا is to potentially use these assets in the future. الاكزيستنس فاليوز بقى في انترنسك فاليو ومورال فاليو، يعني زي مثلا لما اقول انه اكزامبل ما حدش مننا is likely to actually meet a rhinoceros in the wild او a tiger in the wild يعني، انما يهمنا ان احنا نعرف ان الحاجات دي ما اختفتش من الارض. In fact في proof، في ناس كتير بتدفع فلوس ل wildlife fund WWF وغيرها من المؤسسات عشان يحموا ال species دي، charismatic species in particular، يعني الويلز ومش الويلز والحاجات دي كلها. It has no real value. انا ما ولا بعمل ولا له functional value indirect ولا option value ولا use value، انما it's an existence value. انا حاسس ان في قيمة انها it continues to exist. في حاجات انا حتى مش عارفها، انما it's still a different value. زي مثلا biodiversity. I don't know what exists in biodiversity. We're discovering every day new things. ولكن في شعور، انا مش بتكلم بقى على continued existence of the species during my lifetime، بتكلم ان انا دي حاجة عايز اورثها للاجيال القادمة. انا شايف ان في قيمة في حمايتها للاجيال القادمة، ودول legacy to future generations. As you go in this direction you have, there is decreasing tangibility في ال benefits. Benefits become less and less tangible. But it doesn't mean that they are any less real. They're just less tangible. يعني هنا ممكن أحسب كمية الفود اللي زرعته والبيوماس اللي طلعته والاستعمال اللي استعملته للأرض، أقدر أقيسه directly بمعي. وبعدين في benefits وبعد كده في options وبعد كده في continued existence بتاعت ال species وبعد كده في bequest to future becomes less and less tangible. انما احنا ضربنا مثل واضح جدا ان في الشركات في وول ستريت مثلا they are willing to pay for what is known as goodwill. Goodwill يعني شركة زي كوكاكولا، اسم كوكاكولا ده له قيمة، قيمة كبيرة. اسماء تانية ملهاش نفس القيمة. طب what's the يعني دي ملهاش دعوة بقى بعدد المصانع وعدد المبيعات وبتلا، في goodwill associated with a particular name. النيم ده معروف في السوق والناس بتحبه وبتقدره، فلو احنا بشتري اسهم بتاع كوكاكولا هتبقى فيها قيمة اضافية اتحطت فيها عشان اسم الشركة. Apple has a good name, etc., etc. But the fact that they are intangible does not mean انهم they are not real and that they cannot be quantified. They can be quantified. How it works بقى ده اللي هنتكلم فيه بكرة. انما ال estimates have affected legislation and have been supported in the US courts. ضربت الأمثلة بتاعت تعويضات مثلا. لما الإكسون بالديز كسرت المنظر الجميل، الدامجز دي تعادل ايه؟ لا، اخذوا منهم دامجز بالملايين ومئات الملايين، حسبوها بوسائل وتكنيكس معينه ودخلت المحاكم واتسبورتد في المحاكم. الجلوبال انفايرمنت فاسيليتي از انذر اكزامبل اللي ضربته على الحكايه دي. امور از بينج دان تو داي از وي سبيك. هقول لكم حاجه بقى بتضايق الناس جدا، انما از ذا اذر سايد اوف ذا سيم كوين اللي هو الفول كوست برايسنج. يعني انا لو جيت دلوقتي وقلت عايز اعمل فول كوست برايسنج اوف ووتر، يعني لما احط مثلا ميه دلوقتي اريجيشن، وكنا لسه دكتور هشام بنتكلم في ان عدم وجود وضوح في الحاجات دي ادى الى سوء استعمال الميه اللي موجوده في سيوه، مش كده؟ وات از فول كوست برايسنج اكشلي بقى لو اطبق نفس الحكايه بقى the other way هلاقيها اتس كويت. Let's take the example of providing water. It's actually quite complicated.
اول حاجه ما فيش خلاف عليها هتبقى الفول سبلاي كوست، يعني السبلاي كوست في كابيتال تشارجز، بنيت قنوات بتاعت او مديت انابيب او عملت بتاع ده كابيتال تشارجز، وفي اوبريشنال مينتيننس كوست بتاع الايريجيشن سيستم موجود خلاص، يعني دول شود بي ستريت فورورد. اولدو في خلافات على الابلكيشن بتاعت الكابيتال تشارجز تتحسب ازاي، فده اول حاجه. فده ممكن نقول انه الفول ايكونوميك كوست هيساوي الفول سبلاي كوست زائد اوبورتونيتي كوست اوف ووتر زائد ايكونوميك اكسترناليتيز. خد الفول سبلاي كوست از ا كومبوننت، اللي هو عشان نبص على دول اللي هو ده فول سبلاي كوست، فول ايكونوميك كوست بياخد الايكونوميك اكسترناليتيز والاوبورتونيتي كوست زائد الفول سبلاي كوست. اذا خدنا ده لوحده it is based on operational maintenance زائد capital charges. There is no argument about the component, ولكن there are arguments about the discount rate to use to compute the capital charges. هل هتعمل amortization بتاعت الكابيتال بتاعت الأنابيب أو القنوات بتوع الري على 20 سنة ولا على 10 سنين ولا على 50 سنة؟ تفرق كتير أوي. زائد طبعا ان the market rate, which rate should you use to compute the capital, the market rate, the opportunity cost of capital, social rate of discount. عشان كده كنا لما نعمل benefit cost كنا بنقول خلينا في ال IRR اللي هو internal rate of return وبعدين نقارنه باللي انت عايزه بعد كده. انما لو انت بتعمل an actual discount to charge a cost you will have to introduce the value into account. The choice may make a very large difference in estimating حتى the supply cost. طيب. Opportunity cost of the water used. بدأنا نخش في مشاكل بقى. The opportunity cost هي is the value of the benefits lost by using the water for that particular use instead of another. يعني لو أنا استعملت المية دي دلوقتي للري، كمية المية دي دلوقتي راحت في الري ما اقدرش استعملها في البيوت وفي المساكن وفي المصانع، يعني خلاص راحت هنا. الفرق ما بين ثمن المية بالنسبة للبيوت وثمن المية بالنسبة للزراعة is the opportunity cost اللي موجود في الحكاية دي. فهنا بس that applies طبعا implies ان في proper pricing. هنا بدخلنا بقى في circular argument لانه مفروض يبقى عندي proper pricing. لو انا بدي المية ببلاش للاتنين يبقى opportunity cost is zero. There's no way of calculating it يعني. Actually there is. بكرة هنتكلم في how to build a hypothetical demand curve. هنقدر نبني demand curve even when there is no actual payment being done. There's no difference in the willingness to pay, then opportunity cost is zero. انما estimating the opportunity cost in actual cases can be difficult. إنما في تكنيكس تتعمل عليها، ولكن المشكلة إنها في قضايا المية بالذات مهمة جدا، لأن الفرق ضخم جدا 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 ما بين الري والمدن. يعني municipal water is ويمكن حوالي 70 ضعف القيمة بتاعت المية الزراعية، يعني مش 10 اضعاف حتى تقريبا 70 ضعف ميه زراعيه. بتلعب دور كبير جدا. اما بقى الايكونوميك اكسترناليتيز كوزد باي ذا يوز اوف ذا ووتر دي سهله. ايكونوميك اكسترناليتيز از ا كونسيكونس اوف ذا ووتر يوزنج، يعني ذا موست اوبفيوس كيس، واحد بيعمل بولوشن، انا ابستريم واستعملت الميه ونتيجه استعمالي لوست الميه فاللي داونستريم مني مش عارف يستعملها، فده كوست لازم ادخله في الحساب ايضا. كده بقى we're almost done but بنزود على الفول ايكونوميك كوست الانفايرمنتال اكسترناليتيز. ممكن واحد يقول ما دام حسبت الانفايرمنتال اكسترناليتيز هتبقى جزء من الفول ايكونوميك كوست، انما اكتشولي لما كنا في الورلد ووتر كوميشن which I had the privilege of chairing سنه 2000 we decided to keep the two separate، خلينا في الفول ايكونوميك كوست لأن the difficulties of the economic, the environmental externalities is big. They are determined, يعني أساساً بنقول فيهم it damages to the ecosystem. Public health of exposed population, aesthetics of the impacted area,
شايف يا مايسترو دخلنا في الحاجات اللي تعجبك بقى الاستاتيكس اوف ذا امباكتد اريا الايكو سيستم امباكت البابليك هيلث يعني زاد سن البولوشن زاد قد ايه اير بولوشن زاد قد ايه ووتر بولوشن الحاجات دي يعني عشان تحسب بقى الامباكت على البابليك هيلث هيبقى ايه بالنسبه للافريج بيرسون ومين اللي هيستفيد من ده ومين مش هيستفيد من ده مين اللي هيبقى اكسبوزد الحته دي ومين هيبقى اكسبوزد الحته دي becomes quite complicated yeah. انما that's why we usually keep the environmental externalities separate وطبعا لو انا حسبتهم اصبحوا economic externalities ودخلوا في حساب الفول economic cost بس عشان ما اخشش في مشاكل اضافيه it is much more direct ان الواحد يقدر يقول ان الفول economic cost I will charge the full economic cost اللي هو فيه supply costs زائد الopportunity cost والeconomic externalities التلوث اللي حصل بتاع ده straight forward يعني ممكن واحد يحسبه انما الحاجات التانية بتبقى problem والproblem ان احنا we are unwilling to charge the full costs anyway for anything يعني فنتيجة لكده الناس بتغلط في الكلام وتقول لك انه يا اخي خلي الناس الغلابة يستعملوا وسيب لهم المية ببلاش وسيب لهم نتيجة كده في سوء استعمال المية وبيحصل water logging وبيحصل ملوحة في الارض وبيحصل حاجات كتيرة جدا في سوء الاستعمال بتاع very valuable resource فنفس الحاجات اللي احنا بنعملها في البنفيت سايد لما كنا بنتكلم على الايكونومي بنعملها هنا في الكوست برايسنج حقيقة جه ديفيد الله يرحمه ديفيد بيرسي was a young man على فكرة مات صغير قوي كان member of my team كنا بنشتغل سوا عمل حاجة اسمها genuine saving قال لي شوف خلينا نعمل ال discounting بتاع ال investments على أساس ال actual assets وال debt والحاجات التانية دي قلت له طيب نرجع تاني للجراف ده وعلامة الاستفهام اللي كنا حطيناها هنا اهو Is it Mexico alone? Is it just this year alone? فعملنا كل أمريكا اللاتينية على 25 سنة. طلع شكله كده. This is Latin America من 67 إلى 91 over the whole period. وبعدين قلنا طيب what if we were to net out بنفس اللوجيك اللي استعملناها في الجراف ده نستعملها هنا هنعمل cross investments وهنشيل منه depreciation والasset sales والحاجات دي وهنوصل لحاجة اسمها genuine savings هنا ملفت حاجتين ان all of a sudden now we are below zero وصلنا للnegative values في حتت معينة الأمريكا اللاتينية كلها دلوقتي فدلوقتي this poses a very real challenge to conventional economics انما السؤال هو how credible is this line طب ليه is there a real challenge اولا well okay let's look at this line هنا these two figures الاثنين 18% conventional economics would say these two years زي بعض actually هنا عندنا plus 7.5 و minus 2.5 it's a huge difference طيب السؤال بقى is how credible is this line فقلنا طيب نعمل نفس الحسابات لكل دول العالم same calculation وعملناها دي لاتين امريكا اند كاريبيان ادي لاتين امريكا اند كاريبيان ايست ايجيا ساوث ايجيا وسب سهران افريكا what this shows which is very the two points اللي كنا بنعملهم comparison من سنة what this shows which is quite stunning هنا هو هي انه in the 1980s Sub-Saharan Africa is going down, West Asia is going up. Dramatically so. Almost everybody would agree in ده حصل. في Sub-Saharan Africa ما زالوا بيسموها the lost decade. التمانينات دي بيسموها the lost decade. But the fact that there was a huge decline while East Asia picked up is witnessed by reality يبقى إذن الكيرف ده الأجستد كيرف الأخضر بتاعنا ده it's capturing something real so tell me يا جماعة اللي بتدافعوا على conventional economics why you don't want to recognize that it is masking
vast differences in the reality of people's lives as measured in this fashion. We concluded that the greening national accounts is needed to rectify errors and biases. It does not yield much on the income side, but sends strong policy signals about saving and investment, when a genuine saving is an important indicator of sustainability. Genuine saving is positive, yeah, but at least we are on a reasonably sustainable path. That kind of the first steps for the story. جينا بعد كده redefined sustainability كلها. قلنا sustainable development. الحقيقة البرانتلاند كوميشن عملت لنا مشكلة كبيرة قوي. أشهر تقرير اللي هو البرانتلاند ريبورت بتاع 1987 بيقول sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. أنا رأيي ده أسوأ حاجة حصلت. لأنه philosophically very attractive إنما operationally zero. ليه operationally zero؟ لأنه it's elegant appealing but it's impossible to operationalize. لأنه the meaning of the word needs. يعني ال needs لواحد ميت من الجوع واضحة يعني. إنما 85% of world production and consumption is going to rich families. يعني families already عندهم زي ما بقول two cars و three TVs وبتاع يعني ايه needs. You are not meeting the needs of anybody. Needs as defined not correct. فاحتاجنا it's not operational يعني. فلقنا لها حل تاني. حل بدأنا به حل not very good اللي هو قلنا طيب نعمل economic sustainability لوحدها, ecological sustainability لوحدها, social sustainability. ونجمعهم مع بعض and we test out a project by looking at each one. Problem انهم it's not tied together. فالحاجات دي يعني زي ما تكتب ثلاثة chapters كده وتحطهم by three different authors وتحطهم ما بين two covers. ما حصلش integration ما بينهم. دي مشكلة. فالحقيقة عملنا مجموعة من الدراسات اشتركت فيها مع البنك which changed that and we offered the idea of sustainability as opportunity. قريبة but very different من البرانتلاند definition. Sustainability is giving future generations as many opportunities as, if not more, than we have had ourselves. Now, I'm not talking about needs. I'm talking about opportunities. And I can define opportunity as capital per person. بمعنى إيه؟ إذا ابني عنده more capital than I have had, he has a greater opportunity to generate an income and services stream than I have had. بغض النظر whether he will be able to or not, دي حاجة تانية. إنما أساساً he has a greater opportunity. Now, when I take it on a capital per person, I've taken into account population growth. No per person. أنا بنتكلم على capital per person والاختلاف اللي هيحصل اللي احنا متوقعينه في ما بين الاندستريال والديفلوبد كونتريز هيحصل. Now let me take this and go back and say what kind of capital are we talking about. لو جيت الايكونوميك sustainability طبعا المان ميد capital أو produced assets لها standard definition في كل الايكونوميك بوكس. الكابيتال زي ما لورد هيكس قال it's that amount from which you can derive income and at the end of the month still have the same amount. That is capital as opposed to income generated from. Environmental sustainability is natural capital. When we call natural capital, مش بس implies الحاجات الاكستراكت, إنما it implies environmental services as well. لما حاجة للسوشيال هلاقي مشكلة غريبة جدا. هلاقي فيه human capital, it's pretty standard. But human capital is what is embedded in me. Education, health, nutrition. يوم ما هاجر باخده معايا. في حاجة تانية اللي هي social capital. اللي هو الجلو اللي بيخلي مجتمع يتماسك ومجتمع ينفصل عن بعضه. يعني الفرق في human capital ما بين يوغوسلافيا وصوماليا is huge.
إنما يوغوسلافيا وصوماليا الاثنين تفككوا. لبنان وليبيريا كذلك. السوشيال كابيتال بريكس أبارت. فأنا عندي حاجتين هنا. فإذا I have four kinds of capital. Now I come up with an amazing observation. Four kinds of capital. This is produced assets, man-made capital, buildings, roads, cars, etc. Natural capital, human capital, social capital. These four kinds of capital, actually, يعني ما حدش كده يقدر يغمض عينيه ويتخيل anything happening if any of the four kinds of capital is equal to zero. No matter how much natural capital you have and human capital you have, if you don't have produced assets, more human capital هيطلع من natural capital produced assets, but you need produced assets عشان يبقى في activity. If you don't have social capital, هيحصل انفصام مجتمعي وحرب أهلية وبتاع زي ما احنا شايفين كده حوالينا في كل حتة. لو ما عندكش human capital ما فيش ولا صحة ولا تعليم ولا حاجة غلط. ف you really need all four together. بس at the same time you can say yes, it makes sense ان انا اطلع مثلا النحاس في زامبيا من ارض زامبيا وبيع النحاس ده. لا ابيع ده واعمل ايه وinvest in educating little girls. I'm converting a form of natural capital into human capital. ففي exchange rate possible ما بينهم بس at the same time في limits ما بينهم. I can't exchange all my capital of one kind into another. I need all four kinds of capital. بس that gives me بقى a definition دلوقتي. What I'm saying in the mix بتاع the four kinds of capital can change over time. وأنا دلوقتي بشتغل per capita, per person. أنا عايز إن التوتال ده يفضل زي ما هو أو يزيد. And that would be a sustainable path. And if I do that, then I can actually design whether I'm going on a sustainable path or not. مع حساب إيه بقى نقطة مهمة إنه هيغير المفهوم بتاع الإدارة المالية والإدارة الاقتصادية لأي دولة لأنه هيبقى زي بورتفوليو مانجر عنده أربعة assets. يستعملهم ازاي. ف when you have a portfolio you mix assets and you change the composition بتاعتهم in an optimum way. ف these are the four kinds of capital. ف طيب they are partially substitutes و partially complements. الميكس ما بينهم بقى محتاج لدراسات اضافيه ولكن احنا عملنا الدراسات دي اول مره و I published that back in 93 في sustainability and the wealth of nations. والwealth accounting ده طلع في monitoring environmental progress وده in 95 نزلنا العملية دي بقى. عملنا 200 دولة. حسبنا 200 دولة. interesting thing انه كان فيش some biases هتكلم عنها دلوقتي انما اساسا الصورة دي اللي طلعت عنها. الhuman and social capital سوا لان ما قدرناش نفصلهم في المرة الاولانية دي. انما الملفت انه الجزء الاقتصادي التقليدي اللي هو produced assets او man-made capital عمره ما بيزيد عن 20% 16% 16% 20%. فانا كنت بقول لزملائي زي ما كنت بتحداهم بالgenuine savings كنت بتحداهم فكريا اقول لهم why are you spending your time refining your measures of the 20% and you're not looking at the 80%. انتوا عاملين زي الراجل السكران اللي قاعد تحت عمود النور بيدور على الساعه بتاعته ويقولوا له فين انت وقعت الساعه هنا يقول لهم لا ما وقعتش الساعه هنا بس النور كويس هنا هناك ضلمه اذا كانت الساعه هناك you should leave the nice area اللي انتوا اتعودتوا تشتغلوا عليها بقالكم 80 سنه خلينا نشتغل على الحتت الجديده دهيان اللي هي ضلمه and we will slip and fall on our faces in the mud and so on until we have a better chance of finding the right answers if we move from there. فكان حطينا على فكرة بقى في الترانسبيرنسي كنا لسه بنتكلم في الداتابيسز. The whole data was put online ودعينا كل الريسيرشز اللي عايز يعمل his own estimations يعمل his own estimations. كان ليه ديبيت جامد مع البورد بتاع البنك وكان في اتهامات شديدة ده ما يعني كسبناها يعني.
المهم جينا حسبناها بعديها بسنتين كان عندنا ريو بلس 5 اللي هو مؤتمر الأرث ساميت في اتعمل في نيويورك بعد 5 سنين مراجعة، وطلعنا كتاب تاني اسمه Expanding the Measure of Wealth. عملنا 100 دولة، الميثودولوجي مختلفة شوية، فمرة عملنا 200 دولة ومرة عملنا 100 دولة، و it's more robust but we're roughly 100 countries. Here is the result. Produced assets 21%. For age, conventional economics is not addressing the environmental issues كما يجب. Natural capital in this case 20%, human resources 59% تقريبا فرقتش كتير. الميثودولوجيكال تويكينج اللي حصل ده ما غيرش الاوفرول ستراكشر بتاعت الارجيومنت. Although that was done 5 years after Rio. هنا بقى بدل ما نحط رانكينج للدول كلها حطيناهم جمعناهم سوا، مصر والاردن هنا في ال not very rich countries per capita wealth يعني. فطبعا ال most rich countries United States, Switzerland, Canada, Japan, Norway are very interesting لانه بالإضافة لل natural resources بتاعتهم عندهم excellent human capital كمان موجود عليهم. فالحقيقة ال poverty issues وال social issues ده تخش في الحكاية دي. ف we can conclude that capital is comprised of 4 kinds, partially substitutes, partially complements, will mix can change over time, but critical boundaries must be respected. By adding wealth accounting, زي ما بنبص في البالانس شيتس بنغير الرؤية للناشونال انكم اكونتس، even in the greened national income accounts, which are flow accounts. Flow accounts are like revenue and expenditure statements, profit and loss statement. Wealth accounting is like balance sheet. الدول مفروض تعمل الاثنين عشان يبقى عندها سياسة سليمة في الاقتصاد. The bulk of wealth is human and social capital. وعملنا special initiative for social capital وطلعنا كتاب وبتاع مع بارتا داس جوبتا، وكان شغل كبير، كان من اخر حاجات عملتها في البنك قبل ما امشي. المشكلة بقى دلوقتي هقول لكم بسرعة جدا على complexity and chaos لانها it applies specifically to environmental issues. Complex societies have extreme transformations. Exploring complex phenomena and chaotic systems with interesting tools. فنبدأ بصديق عزيز لي على فكرة أنا عايز أجيبه هنا مرة تانية، بوب ماي. ده شخصية جبارة جدا، عالم عمل 3 careers in 3 totally different fields and in each field عمل major contribution. فهو بدأ كأسترالي Australian citizen، كان theoretical physicist، اشتغل في الفيزيكس theoretical physics، وبعدين ساب الكلام ده وراح امريكا واشتغل في population dynamics اللي هو الشغل اللي هوريه لك دلوقتي. And he was responsible for the so-called logistic map اللي هنشوفه دلوقتي. وبعدين ساب امريكا وراح انجلترا وساب ال 2 fields population dynamics والفيزيكس واشتغل في الزوولوجي. He is now professor of zoology at Oxford, where he was طبعاً Sir Bob May، وبعدين President of the Royal Society في إنجلترا، ودلوقتي Lord May of Oxford يعني. فبوب الحقيقة عمل شغل كده كل 15 سنة راح مغير الكارير بتاعه وغير القارة اللي هو فيها و 3 major contributions. بدأنا بقصة الجراوس. الجراوس ده نوع من الطيور موجود في المارشز بتاعت انجلترا، وكان في ملاحظة عليه انه البوبوليشن بتاعته فلكتويتس او الاستيميت بتاعتها فلكتويتس. فقالوا طيب this is a typical carrying capacity problem، وانه السمك in a pond في اليابان مثلا كان في دراسات مفروض ان احنا متوقعين ان في كارينج كاباسيتي هيوصل اليها، بعد ما يوصل للكارينج كاباسيتي انتهت الحكايه على كده. وجدنا لا، انه ان فاكت الصوره مش كده، بيحصل تذبذبات وحاجات غريبه جدا. ف وي didn't know what the answer was، والناس رجعت في الكارينج كاباسيتي ارجيومنت لروبرت مالتوس في مالتوزيان ماب، اللي هو مالتوس قال ان الاكتوال بوبوليشن بالنسبه للماكسيمم بوبوليشن هتوصل للبوبوليشن وهتبقى في بارامتر معين. يعني مثلا اذا انا لقيت الويت از ذا
next population over time هلاقيها تعمل كده او كده. ده مالتوس بيقول كده لغايه ما توصل للماكسيمم كارينج كاباسيتي اللي هو ال 100% هيبقى ساتوريتد وهتنتهي كده. Actually this is not what we find. Observations بتقول ايه وده اللوجيستيك ماب اللي عمله بوب ماي. Actually you can have a case which looks like this. It stabilizes around 63% of the full biological maximum. Or it looks like this. Bounces around between two values. Or it looks like this. Or actually, the estimates دول بغير ال A في logistic map بتاع Bob. A value دي هتشوف دلوقتي معناها ايه. Actually it looks like that. This is a totally بنسميها chaotic system. You can't predict where it is. يعني هنا you can predict انها it fluctuates. التانية you can predict انها stable. انما ال value دي بتفضل يعني طب ليه كده؟ ال A دي لما بغير ال A دي parameter ده بتتغير القيمة هنا stable, هنا bounces between two points, هنا chaotic. Actually, it's a fractal distribution, a logistic map. It looks like that. Del A, بتاعها, del A هنا, وده ال actually settled بقى maximum population بيبقى A. Solution, actually, أدي ثلاث نقط اللي اخترتهم for the three graphs I gave you. هنا you have a single solution 63%. After a while it splits and you have two possible answers and it bounces between them. ده اللي هنا bounce between these two values. وبعدين it splits again and splits again and splits again بحيث ان كمية النقط اللي ممكنة هنا becomes horrendous. You can't find any answer. ولذلك لما خدتها على على الثيرد لاين دي you get this totally chaotic structure. What this says is that in fact the problems بتاعت ال chaotic systems دي to predict analytically where it's going becomes very complex لانه ال values بتتغير in the medium term. فانا لو شديت دي لتحت شويه هتلاقي الجراف ده طلع برضو نفس الجراف هو نفس الجراف ده بس نفس الجراف ده بس انا هشد ده لتحت ده generated by another problem solution نفس الجراف موجود دي believe it or not are the possibility spaces that are estimated by computers for the solution of similar problems. فين بانت الحكاية دي في الweather phenomena وكان عندنا المشكلة الواضحة جدا في البيئة في الweather phenomena ان احنا غير قادرين ان احنا نتنبأ بالweather. يعني أقدر أتنبأ في الفترة الضيقة أوي اللي قدامي يومين ثلاثة أقدر أقول بصورة عامة إن الشتاء هيبقى أبرد من الصيف إنما ما حدش يقدر يقول لي يوم 23 سبتمبر الجو هيبقى شكله إيه لأن بنخش في الكيوتيك سيستم. والحقيقة اللي كتب الكلام ده كان إدوارد لورنس كتب البيبر لها اسم جميل جدا بيبر دي بيكيم إكستريملي فيمس اسمها Does the flutter of a butterfly's wings in Rio cause a hurricane in Texas. ليه؟ لأنه he observed the observations that Lawrence إنه minute initial differences. In this case هو ده وقت ما عمل البيبر دي كان واحد بيعمل كمبيوتر بالبانشت كاردز ويحطه باتش بروسيسنج ويستنى الرد وبتاع. فعمل run وبعدين عمل a second run which he thought was with the same numbers ولقى results مختلفة خالص. فحاول يفهم results اختلفت ليه. وجد ان in one case كان بيشتغل بثمانية decimals يعني الرقم 0.8 decimals. In one case it was truncated and in one case it was rounded. ففي فروقات minute ما بين الترانكيشن والراوندينج in the eighth decimal point. فبيترتب على كده انه minute initial differences
بتؤدي الى في الفتره القريبه بيبقوا زي بعض، وبعدين الدايفرجز، وبعدين بتلاقوا الفروقات الضخمه جدا في الريزلتس دي. فذيس از بارت اوف ذا كيوتيك سيستمز، واللوجيستيك ماب ات ليست ادريسز وان اسبيكت اوف ات ويتش از بوبوليشن. فالحقيقه احنا وير وركينج وذ ذيس كيوتيك سيستمز، ومحدش عارف يلاقي لها حلول. ده مسميه لورنس اتراكتور، دي الايكويشنز بتاعته. هو بس اساسا لورنس اتراكتور بيقول ان احنا نقدر نلاقي وسائل ان احنا نحاول تو كونفرج توردز ان انسر. الكونفرجنس دي از ويذين ليميتس، والليميتس دي ليها ديستانسز بعد كده. ايه علاقه الكلام ده باللي كنا بنتكلم فيه قبل كده؟ اتس ا ريسك فاكتور، اتس ان انسرتينتي فاكتور. ولذلك نرجع تاني للاكزامبل اللي كنت بقول لكم على applying benefit cost analysis to long term، يبقى يقول لا it's not a suitable tool. في other things في chaotic systems that are not suitable tools for prediction and you have to use other tools as well. فأساسا emerging science بقى of complexity and chaos emerged من الحكاية دي has been enormously effective with certain natural phenomena. I believe انهم they also hold promise for the social sciences. الماثيماتكس القديمة بتاعتنا old style were suitable for objects we created ourselves. زي دولة كده engineering, architecture وحتى complex مقرنصات بتاعتنا are very complex. ولكن it was for objects we created or imagined. A new geometry for life and nature was needed. You couldn't describe a flower with that geometry. You couldn't describe a flowering pattern of a tree or the petals structures or number of leaves or the beauty of corals or شكل النوتيلس اللي موجود ده. نوتيلس ده على فكرة actually you can describe how it looks لأنه الفوليوت بتاعه ده follows certain mathematical rules. والجينيوس الله يرحمه مات سنة فاتت بنوا مندلبروت قال لنا look at how the shapes were produced not what they look like. وقال ان في لو نبص في الويفز هنلاقي ان في self similarity. الحتة الصغيرة دي is like a wavelet which is a small miniature of the big wave. ف we can look at cloud formations. ففي الصورة دي انا بقول دايما ان احنا our geometry can handle the pyramids but not the clouds. نقدر نحلل pyramids بالجيومتري بس clouds ما نقدرش عليها. ده كان mountains ما كانش حد يعرف يرسمها بالكمبيوتر زمان، طلعوها بالفراكتلز. فماندلبروت الحقيقه من ضمن الحاجات اللي عملها بعدين الناس المهتمين، وشكله حلو قوي، اول ناس اهتموا بالحكايه دي الارتستس، لان لقوا ان الفراكتلز بتطلع اشكال حلوه والوان حلوه بغض النظر عن الماثيماتكس بتاعتها. انما الماثيماتكس بتاعتها ماندلبروت سيت ده is an infinite set و it keeps recurring شويه زي الباي مثلا في الجيومتري اللي هي الريشيو ما بين السيركمفرنس والديامتر بتاع السيركل 3.14 اتسترا. فاللي اهتموا بيها الارتست عشان الوانها كانت حلوه وبتطلع شكل حلو وبتاع، انما بداوا هو اساسا ريكيرسيف باترن جنريشن ده الحساب بتاعها وجوليا سيتس وبتاع، نسيبكم من الكلام ده. اما لو خدت الماندلبروت سيت ده وبصيت فيه وعملت زومينج ان يو فايند ات كمز باك اجين اند اجين اند اجين ات نيفر اندز. يعني التولز اند تكنيكس دي الحقيقه ار ابليكابل whether it's self-similarity, multiple outcomes, nested hierarchies, لها incredible applications في new mathematics اللي بنشتغل بيها دلوقتي في حاجات كتيرة. منها مثلا الgrowth بتاعت plants, patterns بتاعت flowering, cracking of the earth, structure بتاعت crystals زي DNA, path of lightning bolts. يعني path ده can be mathematically presented through fractals. Formation of snowflakes, the turbulence ما بين الغازات which is very complicated to estimate بتتعمل بهالشيء. The mixing of gases, this is a very beautiful sequence of pictures. افتكروا اللورنس اتراكتور الاولاني
طلع لورنس اتراكتور قدامنا هنا. Patterns of coastal erosion, organic constructs, neural networks. كل problems of complexity دي الحقيقة have allowed us to say yes, they are much more complicated, but they are not impossible to tackle. في new techniques نقدر نجيلها بس هنجيلها في حاجات تانية. من ضمن الحاجات الطريفة اللي هقول لكم عشان في ناس كتير هنا بتشتغل على الخرائط. It's an interesting problem in how a finite thing in front of you seems to have an infinite addition. The growing coastline, the observation كانت على how long is the coastline of Britain? سؤال. No, we don't know. Depends on the scale. The more you make the scale smaller, the longer the line becomes. And yet, أنا شايف كويس أوي إن ده finite, مش حاجة infinite. But no matter how you keep, يعني لو وصلتي لغاية 1 centimeter هيبقى أطول من 2 سنتي, هيبقى أطول من متر, هيبقى أطول من 10 متر, هيبقى أطول من كيلومتر, etc. You keep getting longer and longer. Actually, طبعاً, it's a problem that's similar, ممكن يفتكروا calculus limits. بس at any rate, adding details adds complexity, increases length, as we know. وفي طبعاً الكوخ snowflakes زي ما سموها. إنما ال coastline is the same logic بتاع الكوخ snowflake اللي هو كل ما بزود تفاصيل كل ما بيزيد الكومبلكسيتي بتاعته. ودولا كان في a finite closed loop can turn out to have an infinite length, not quite infinite, it has a limit. إنما أساساً سواء السيربيسكي تريانجل بشوفنا حاجات كتير قوي. فالمهم في الحاجات دي إن أنا عايز أقول إن الكومبلكسيتي يس, الكيوتيك سيستمز يس, إنما في تكنيكس ليها. أنا مش هنخش في التكنيكس بتاعتها دي, هنتكلينا في التكنيكس بتاعت الحاجات اللي إحنا بنتكلم فيها اللي هي الانتانجيبلز. Luckily, we don't need to get into that. But I just want to tell you, عشان محدش يقول لا في حاجات كده, لا فيها لها. It has its own techniques, and I will be happy to discuss this in another case. But I would demand that the people اللي حضروا بقى know a lot of mathematics. عشان نقدر نتكلم في الحاجات. حاجتين لازم نعرفهم كمان بقى بالنسبة للتعامل مع البيئة, هي tipping points. اللي هي is the system likely to collapse at some point or not. And we don't know. Malcolm Gladwell كتب الكلام ده من فترة, إنه tipping point, we don't know where it is. أنا خدت المهندسين اللي هنا يفتكروا الحكاية دي. تعلمنا كلنا التستينج بتاع steel rods لما كنا في الكلية. You apply tension, you pull them until they break. It looks like that. الكيرف المشهور ده كلنا تعلمناه في فترة معينة. Now what's interesting here, طبعا إنه ده بيحصل collapse at certain points. إنما طول ما أنت هنا it's okay, the system is bearing okay. هنا you start having an enormous distinction وبعدين هنا it collapses. My problem مع جزء كبير قوي من البيئة اللي بنتكلم فيها إن I don't know where I am on the curve. Am I here or am I here? I don't know. We don't have the full curve. We know roughly that this cannot continue forever, سواء الكربون emissions أو الميثين emissions أو الحاجات دي, ولكن we don't know where we stand. فخد مثلا a case, this is an actual case, very simple, the value بتاعة the effectiveness of a network. يوسف صلاح ومجدي ناجي وصحابهم know all about that. The effectiveness of a network follows a curve like that. ومن هنا بيزيد قوي. It's a form of tipping point here. وبعدين at some other point the system will crash. لما تزود connection, تزود connection, تزود connection. في الأول بتزيد ال effectiveness. لما بقى عندي النتورك في 3-4 points it's not a big deal. يعني ما عملتش حاجة كبيرة. لما أوصل ل 200-300 point حاجة كويسة. لما بقى عندي كذا مليون point it's really good. إنما at a certain point the network itself unless you expand it will crash. Same network, and you can keep adding it until it crashes. Again, the problem is we're not sure of the shape of the graph. بالنسبة للبيئة, we don't know. Are we looking at the whole graph or just part of it? And we don't know where we are. So we have to start somewhere. But
We need, therefore, sustainable development indicators, and we'll have to start somewhere, and they will be imperfect. But it does not mean that people will live worse. In fact, good policies on environment will lead to much better living conditions of people. Why? Let's look at income and health. Very simple observation. Ammat and richer people have better health than poor people and live longer. Straightforward. مفيش جدل في هذا. فلو عملت life expectancy versus per capita income, I find the curve is not straight. It's not a straight line. It looks like that. وده لسنة 50, 61, 70, 80, 87, etc. Now, two observations هنا. أولا إنه بالنسبة للهايست ليفل اللي هو 78 سنة ولا حاجة زي كده. Actually, that's at $20,000 in fixed $1980. Actually, with only $1,000, يعني 5% من الدخل, you can almost get 80% of the benefit. But there's another observation that is important. Look for the same $1,000, what's happening here. For the same $1,000, I'm getting better and better health. And what's happening between these years is better knowledge, better policies. I know more about oral rehydration therapy. I know more about child treatment, motherhood support, etc. Policies دي بتؤدي إلى تحسن بنفس كمية الموارد الموجودة. Good policy counts. طيب هنا بقى how much does it count? Here's an interesting observation. لو نظرت لسنة 1950 أنا كنت هنا عشان أخد اللي أنا أخدته بنفس الألف دولار سنة 87 اللي هو بعد تطبيق الـ much better policies اللي جات في التعليم المرأة و maternal and child care وبتاع I would have to have actually 8 times the income. 8 times the income. Good policies can bring about this result without relying on the good policies can make a lot of difference. في الهيلث, في الانفايرمنت, في الادوكيشن, في الحاجات دي. Better policies bring better results. تفكير في البوليسيز هو جزء من التحليل لازم نعمله. فذاتس المعنى policy counts يعني. Change does not come about easily, and accepting some of the new techniques of measurement interpretation is difficult. It represents a paradigm shift. This was a paradigm once upon a time that people would sail off the edge of the earth. This is the paradigm we have today. And between one and the other, there has been a lot of difference for these guys and for the whole world. And that's what we can do for environment. Now I'll have to tell you what we can apply from that to culture. That goes the first part of the conversation. Questions, anybody? أيوة أشرف. إحنا دلوقتي نستعمل الفحم مكان الغاز ولا إيه النظام؟ أنا في رأيي ما فيش حد من الناس بتوع البيئة اللي أعرفهم موافق على موضوع الفحم. فيش حد من الناس اللي أعرفهم بتوع البيئة موافق على موضوع الفحم. كده هو على طول يعني أقول زي لما واحد بعض زمايلي هنا يسألوني على التدخين. أقول لهم ما فيش دكتور أعرفه بيقول إن التدخين كويس. دخن ضعف. لا ضعف دي حاجه ثانيه انما ان يقول لك ان التدخين كويس عشانك لا ايوه طيب ما فيش ايوه طب so what they have a lot of coal and they've been using it for a long time وحسنوا they lowered يعني عندهم huge investment موجود in coal facilities يعني They have a huge investment in coal. They don't in يعني ما بيستوردوش الفحم. اليابان كانت تستورد الفحم في القرن التاسع عشر لأن it was the technology بتاعت وقتها وما كانش حد بيعرف ال climate change والimpact بتاعه. إنما دلوقتي يعني أنا ما أعرفش حد
بتاع بيئة أو عمل دراسات في البيئة موافق. أظن النهاردة برضو نفس المجموعة كانوا كلهم بالإجماع، يعني الناس اللي كانت حاضرة المجلس بتاع اللي حتى لو بتوع مجلس الوزراء نفسه كلهم لا معترضين. رجال الأعمال طبعا هم بيضغطوا جامد جدا في الحكاية دي عشان في دول كتيرة مستعدة انها تصدق. وبعدين خد بالك يعني كمان احنا لسه هنا بقى ما اتكلمناش على السكندري افكتس بتاعتها ونوع الفحم اللي هيجي وكيفية استعماله والتكنولوجي بتاعته ايه. اصل في معايير يا اشرف، احنا لسه عندنا 220 طن بتوع لندين، دي بلوة، دي من الحاجات السامة جدا بقى لها حاجة 20 سنة قاعدة في المينا هنا في الأدبية من في السويس. المفروض نجيب فلوس، نقدر نجيب فلوس، ناس هتدينا فلوس من الجلوبال انفايرمنت فاسيليتي عشان نتخلص منها لأنها مادة سامة جدا وبتاع. طب احنا محافظين عليها ليه وجبناها ليه اصلا وحكايات منيلة كلها كده يعني. فده مش معايا يعني. يس all human. What's wrong with that? That's normally what, يعني if you think about it for a moment, when we say in investments in education and health are the best investments you can make, it's true. It just shows up. يعني it shows up human and social capital. بس لا يعني human capital لوحده مش كفاية. ما احنا شايفين الدول حوالينا كلها عمالة تحارب بعضها وتموت في بعضها طبعا ده كاتاستروفي يعني اللي بيحصل ده. You need the social capital that holds the society together, and you need to invest in human capital. والدول اللي قدرت تعمل كده انت طلعت طبعا. طبعا لا اليابان اليابان is a prime case. سويسرا is a prime case. لا خدي عندك سنغافورة. سنغافورة النهاردة عندها per capita income أعلى من سويسرا واليو اس. عندهمش غير الصين is rising. بس لا الصين طبعا كأجرجت إيكونومي is number two in the world دلوقتي و going to catch up with United States. بس في 1400 مليون بني آدم، United States 300، فيعني it's a huge difference in per capita. أنا بكلم سنغافورة الصغيرة دي. كوريا دلوقتي بتاخد الثيرد بليس في العالم في الباتنتس بعد أمريكا واليابان، مع أنها أصغر بكتير و competing مع ألمانيا. already they are ahead of إنجلترا وفرنسا في الباتنتس في كوريا. واللي شايفين قدامنا السامسونج والال جي والعربيات الدايوو والهيونداي والمش عارف ايه ما شاء الله. يعني انا شفتهم دول من 45 سنة كانوا افقر من مصر بكثير. تركيا وايران انطلقوا جدا. بس ده موضوع تاني. انا عملت محاضرة دكتور خالد عزب يفتكرها هو وسامح في المؤتمر بتاع التغيير العربي. قلت المسكوت عليه في مطالب التغيير الوضع العلمي. الدول العربية حالتها زي الزفت في الوضع العلمي، والدول الوحيدة اللي حسنت نفسها في المنطقة بتاعتنا تركيا وإيران، وإحنا كده على الله بركة على الله. أوكي كلتشر، حد عنده سؤال تاني على الانفايرمنت؟ لأنه we're going to take some of these things وحندخلها على الكلتشر. أوكي أسئلة تانية؟ طيب هنخش على الكالتشرال إيشوز وهديكم شوية إكزامبلز على طبعاً كالتشرال إيشوز فيها حاجات كتيرة، بس أنا هاخد الطابع العام بتاع المدينة التاريخية كأحد الأمثلة لأنه التعامل معاه صعب، لأنه عندك مالتيبل أونرز وما هوش سينجل بروجكت، ولكن هو برضو مشابه للبيئة بأنه الحفاظ على الطابع العام بتاع منطقة تاريخية زي الحفاظ على محمية طبيعية لها قيمة بيئية. يعني ما تقدرش حاجة كده ما تمسكهاش بإيديك بسهولة، إنما بنعملها نفس التحليل تقريبا. فالهيستوريك سيتيز دي هتكلم عنهم typical problems و approaches to intervention. هقول حاجة على الفيزيكال dimension وعلى conservation reuse والإيكونوميك dimension.
Historic monuments are easy to define. يعني أنا محتاج المونيمنت ده لازم أحافظ عليه والمونيمنت ده لازم أحافظ عليه. في حاجات كتيرة ما هيش مونيمنتس يعني فيها مشاكل. دي مدينة سمرقند، دي خوارزم. إنما لما تيجي في مدينة عاصمة كبيرة وهتلاقي حتة منها، حتة منها هنا حتة تاريخية لها طابع خاص. المدن في أوروبا كتير منها عرفوا يحافظوا عليها. المدن القديمة دي في أمستردام مثلاً، هنا دي صنعة القديمة، في صنعة جديدة حواليها. الصنعة القديمة الحفاظ على الطابع بتاعها. ده الهسة، ده بخارة. البروبلمز بتاعتهم ار تيبيكال، في اوفر كراودينج وفي ديلابيديتد هاوزينج وفي نقص في الانفراستراكشر، مية، مجاري، كهرباء، مش عارف ايه. الفاسيليتيز العامة مش موجودة في أغلب الحتت التاريخية دهيا. مفيش فرص عمل كافية وفيها فقر. سيمبلي ستيتد كده، كلها أغلبها المناطق دي فقيرة. ففي أغلب الدول النامية يعني اللي احنا تهمنا احنا، يعني مش هنتكلم على الناس الأغنياء قوي بيعملوا ايه. الأوفر بوبوليشن بيزيد. ده الصورة دي بتعجبني، دي جاية من الهند اكشلي. والفقر بقى الموجود في كل حتة اللي احنا شايفينه. هنا الصورة دي مهمة لأنها بتبين دخول الحاجات دي القديمة على الجديد على القديم. ادي الماسورة هنا، ادي الكهرباء هنا، ادي التلفزيون هنا. كل ده داخل على الدخيل عليه. فساعات بيخش بطريقة رسمية، ساعات بيبقى مسروق زي ما انتم شايفين. ده في لاهور بايرت كونكشنز، كلها كونكشنز غير طبيعية. زي ما انا كنت أسأل محمود وصل لي سلكة، محمود وصلها محمود بتاع الكلام ده كله. العيال اللي بيبيعوا المية سقة. ده الصورة دي من القاهرة على فكرة، الصورة دي من القاهرة. البولوشن الفظيع عشان المجاري والعيال الصغيرة اللي قدام المجاري اتسترا. والفقر، ناس عايشة في كونديشنز فظيعة جدا. يعني المغرب دي، دي فاس اللطيفة دي، دي من فاس دي. أنا كنت بشتغل على فاس وقتها. الصور دي الأسواق اللي على الأرض، ناس بتحط الأكل على الأرض عشان تبيعه. يعني الحرفيين الصغيرين، مفيش حاجة تذكر كوسائل. الريسايكلينج، بيبيعوا جنك كله لوخيم. فالبروبلمز دي كلها بروبلمز مشتركة ما بين مدن كثيرة من المدن القديمة. وبنيجي احنا بقى كناس بتوع ثقافة نقول لهم لازم تحافظوا على الطابع بتاع المدينة القديمة. لو الطابع مدينة قديمة ايه وبتاع يا جدع انت حل عني. فقلهم لا، في approaches to intervention. بس احنا عايزين وضوح رؤية. لو انا بحافظ على التراث الثقافي، بحافظ عليه اولا ايه هو اللي بحافظ عليه ومن اجل مين، وبعدين ازاي احافظ عليه، وبعدين at what cost. في اربع اسئله: what to conserve, for whom, how, and at what cost. ف what to conserve، انا لو حافظت على داخل مبنى دي حاجه، وعلى decorations وعلى حاجات زي كده دي حاجه، بحافظ على المبنى ككل دي حاجه، ولكن ان احافظ على الطابع العام بتاع منطقه كلها على بعضها دي حاجه تانية. لانه هنا بقى لازم اخش ان محدش، مش بحافظ على مبنى واحد، انا اقدر احافظ على المبنى ده واحد، اروح بني لي عماره 15 دور جنبه بوظت. يقول لك يعني ايه بوظت؟ ما هو ده من حقي يا اخي، دي ارض، انت مالك انت؟ لا، اقول له لا، انت هنا في منطقه تراثيه، مفروض انك انت لازم تلتزم بمبادئ المنطقه التراثيه دي. فانا بتكلم على ان اضع قواعد عامه تحكم التنمية والتعبير المعماري والحضاري في مناطق تراثية، لأن بعمل تأثير سلبي عليها، زي بالضبط لما بعمل تأثير سلبي في منطقة ايكولوجيكال، ايكو سيستم بيتأثر. فهنا ده يعادل ان انا بحاول افهم الايكو سيستم بس بمفهوم التراث المعماري. طيب، هل انا بحافظ لأهل البلد اللي موجودين فيها، ولا للأجيال القادمة، ولا للتورست
اللي جايين بسرعة يبصوا كده في المرور، أو لأصحاب الأعمال اللي هم مستعدين لو تركناهم هيغيروا الطابع خالص، أو بحافظ للعالم ككل لمصلحة دول تانية مهتمة بأن يبقى في هذه المدن التاريخية تحافظ على التاريخ، أو حاجة كده متروكة للإنسانية كلها يعني. How to conserve بقى في حاجات مختلفة. أول حاجة is restriction on activities، أمنع حاجات معينة، يعني المصانع دي ما تتحطش هنا، الاكتيفيتي دي ممنوعة هنا، دي اكتيفيتي. فالملوثات بأنواعها، الدمبس بأنواعها، على فكرة يعني الكلام ده مش دي صورة من مانيلا بس، عامة انتوا عارفين كويس قوي اي واحد منكم يروح في منطقة اثرية زي القاهرة مثلا حلاقي قدام كل مبنى اثري اصبح مقلب زبالة. ما اصبح كل حتة اثرية هتلاقي قصادها اصبح مقلب زبالة. ففي الكونسرفيشن في اول حاجة restriction activities. نمرة اتنين في conservation of significant structures، في مباني معينة اصبحت لها قيمة سيجنال او سيمبل او ايكون حتى لو هي ما هياش مبنى اثري. يعني دي نقطة مهمة قوي اللي بقولها دلوقتي، ان مش في مباني اثرية، مبنى اثري محمي، مبنى التراثي في منطقة تراثية نقول الحتة يا سلام على الحتة اللي ما بين الثلاث مباني دي معروفة جدا وموجودة في صور كتيرة وبتاع مش عارف ايه، بس هي المباني نفسها مش محمية ومباني نفسها ما هيش أثرية، إنما أصبحت significant. فيعني طبعا الأثري زي القلعة بيدي، أو محمد جامع محمد علي داخل القلعة بيدي سيمبل واسع، إنما that's not what I mean significant structures. في بقى public measures to encourage conservation by other actors، دي نقطة، وهي دي بقى نقطة مهمة، إزاي أخلي الناس والأكترز المختلفين في المجتمع هم اللي يدافعوا عن هذا الطابع التراثي اللي أنا عايزه. مين هم الأكترز دول؟ من خارج الهيستوريك سيتيز، في الانترناشنال كوميونيتي ات لارج، في انترناشنال تورست، في ناشنال تورست، في ناشنال جوفرمنت، يعني كل دول أكترز يقدروا يأثروا في المنطقة من خارج المنطقة. و from inside the historic city بقى عندك أنواع مختلفة جدا، في residents who are owners، وفي residents who are renters، ودول لهم مصالح مختلفة، وفي local businesses، وفي community groups، في local government، وفي الأوقاف، تقريبا دايما بيبقى في أوقاف، وفي مستثمرين مستعدين انهم يخشوا يحطوا. كل الناس لها مصالح مختلفة في التعامل مع، انا عايز بقى الاقي طريقة ان اضبط المصالح بتاعتهم مع بعض عشان يدافعوا عن الطابع العام بتاع المنطقة التراثية اللي انا عايز اشتغل بيها. وده عامل زي الروبيكس كيوب، it's very difficult بس it is solvable. فالانفسترز بيبقوا فيه resident owners واللوكال بيزنسز واللوكال كوميونيتي والناشونال انفسترز والانترناشونال انفسترز، كل دول ممكن واحد يجدهم ويشغلهم ويجندهم معانا. والديسبليسمنت، لان هيحصل ديسبليسمنت في اي انترفنشن في التحسين، must minimize the involuntary displacement and plan for it in advance and involve the local community and ensure adequate funding the sites and opportunities for the displaced. وده عايز شغل كتير على اللوكال مايكرو ليفل، شغل كتير على اللوكال مايكرو ليفل، ويبقى في حاجات الاهليه ويشتغلوا الان جي اوز معانا اتسترا. الافوردابيليتي بقى، في مشكله بتحصل في الدول الغربيه بصفه خاصه، حصلت كتير، بيسموها جنتريفيكيشن. الناس اغنيه تيجي وتخش في منطقه كانت تاريخيه وتعبانه، ابتدوا يحسنوا البيوت، كابيتال هيل مثلا في واشنطن، وجرينيش فيليج في نيويورك، وخلاص مره واحده بقى تلاقي التايني لوفت اصبح ب 600 الف دولار ومش عارف ايه، واللوكال ريزيدنس كلهم ينطردوا ويحصل جنتريفيكيشن. فاحنا عايزين ايكونوميك ريجر في الانفستمنت، بس وي ماست نوت لوز سايت اوف ذا بور اللي هم موجودين دلوقتي. فالابجريدنج اند of the services must remain affordable للناس اللي جوه. فهنا لازم نلاقي طريقة ان لما هادي services هحط costs، البنفيتس بتاعته هتندفع جزء منها
من اللوكال ريزيدنس بس جزء منها لازم يدفع من الاذر اكترز. And this is why cross subsidies within the same project would be necessary. انما مش معناتها ان انا هعمل subsidies for the whole. I may still do it but not the same. ف at what cost do we do it? Well, I believe ان لو عملناها بالطريقة اللي اتكلمت عنها دي هتبقى very small pennies compared to what would come later on. بالنسبة بقى للفلوس اللي جاية من الحكومة انا بطلب ان احنا لازم نسأل سؤالين دايما: who pays and who benefits. ولازم نعمل analysis for the shifting and incidence بتاعت taxation and benefits. ان كتير جدا مثلا اقول لك طيب انا المستثمر ده انا هدفعه كذا ضرائب. ايوه هو هيدفع كذا ضرائب وكل هيعمل انه هيزود التكلفة على المحلي customer. He will pass it on to the, if he can pass it on to the customer, يبقى حصل shifting بتاع ال cost وال incidence بتاعه على ال consumer مش على producer بتاع ال service اللي هيتعمل. فدي عايزة analysis على shifting and incidence مش بس على ال nominal description اللي بتعمل في الأول. هنا we will need, عشان المدن التاريخية دي بنتكلم على مناطق تراثية فيها, لازم يحصل local و national partnership. لأن غالبا هننتهي ان احنا هنحتاج لتدخل الحكومة المركزية وهنحتاج للليجيسليشن. الليجيسليشن تقدر تحمي عشان ما تبقاش ليجيسليشن محلية ممكن المستثمر القوي يقلبها بالمحكمة في الناشونال اكتيفيتي. فوات افكتس البرايفت سيكتور, هنا بقى كلام بتاع محمد صلى الله عليه وسلم. انسنتيفز اند ريجولاتوري فريم ورك, يس, وات از الاود اند واتس نوت الاود. فاينانشال كوست اند بنفيت, هو بالنسبه لا برايفت سيكتور ملوش دعوه بالايكونوميك, هو ما يهموش, يهمه فاينانشال. انا بحط ايه في جيبي وبطلع ايه من جيبي, انا مستثمر, انا ماليش دعوه, ده البلد اللي تهتم بقى بالايكونوميك. انا شخصيا كبرايفت انفستور فاينانشال كوست زائد بيرسيفد ريسك اند بروفيتابيليتي. يعني هنا بقى مهمه الحكايه دي, مش بس يبقى الحساب شكله حلو, انما ممكن يقول لك انا مش مستريح الاوضاع السياسيه في البلد دي, انا مش يا سيدي ما احنا عملنا اناليسيس اهو 20% في مخاطره, انا عندي شعور مخاطره مش مستعد اخش فيه. فالبرايفت سيكتور انفستور بيبقى عنده الانسنتيف ستراكشرز دي كلها, فاينانشال كوست بنفيت, بيرسيفد ريسك اند بروفيتابيليتي, والريجولاتوري فريم ورك. الريجولاتوري فريم ورك لو كان جامد, ومفروض يبقى جامد, ممكن يخوفه من الدخول كذلك, جزء من البتاع. لوكال فاينانس بقى عجبني, ديز ار ذا لوكال بانكس, دول الصرافين المحليين في الدول, سواء ما تلاقيه غير البيج بانكس اللي موجودين. فيزيكال دايمنشن, اديكم امثله لتحويل مباني معينه. ده كان في صنعاء بتحول المبنى ده القديم الى مركز ثقافي اهو. انما ده مباني, ده غير الاربن كاركتر نفسه. هنا حولوا السوق, الاكتيفيتيز جنبه شغاله واتس بينج دان. This is what I mean by texture and morphology. بص على حاجه زي كده, ده طابع عام لجزء تاريخي مدينه دار الود في الجزائر دي, انما اساسا هذا كاركتر اتس فيري كلير. ما حدش يجي يقدر يبني عماره في وسط البتاع ده. لو بنيت عماره هتبوظ البتاع ده كله, لو فتحت الشارع هتبوظ البتاع ده كله. ده ادي الشوارع اهي, ادي الشوارع اهي. ايه مربع ايه فين ده الابيض ده يعني ولا ايه؟ دي لا ده بير, ده دي ابيار بيفتحوا ابيار صغيره في البتاعه. انما دي هنا تشوف بقى كاتاستروفي في طهران. بص اللي قطع ده, لا بس ادي الكاركتر اهو, وراح جاي قطعه كده. حقيقه انا كل ما بعدي في نفق الازهر ادعي لفاروق حسني ان هو اقنع الرئيس لا كان دي من ضمن الحاجات بقى كانوا طرحين. This is a very good case, بس اتحلت بشكل مش من النوع اللي احنا بنعمله علميا, اتحلت سياسيا. انه اساسا
كان البديلين اللي كانوا بينظروا فيهم كانوا اما انهم هيعملوا طريق كده في وسط المنطقة القديمة، يما عملوا مونوريل طريق عالي، ودي البدائل اللي كانوا بينظروا فيها، لان التانل كان محسوب انه very expensive. والحقيقة انصافا لفاروق حسني انه عمل حملة ضخمة جدا وساعدته فيها سوزان مبارك وقتها، انه لا لازم نحمي المنطقة دي ويتعمل نفق. فادي الفرق، ادي الصورة دي، شوفي المنظر ده، يعني مش محتاج حاجة، الواحد almost feels انه في حاجة اتقطعت كده، bleeding حصل في المنطقة، لانه totally inappropriate. الشوارع دي are not suited للتكستشر بتاع المدينة القديمة، فإذا لازم نلاقي لها حلول مختلفة. How do you conserve urban character؟ اول حاجة scale، يعني هنتكلم على الشارع ده، السكيل بتاع الشارع ده مش شارع بتاع بني ادمين، ده شارع بتاع عربيات، يعني it's very clear. ده في الفوليومتريك باترن، ما ينفعش يبقى عمارة طويلة عالية جدا بتاع فيها، لا ينفع في حتت معينة. شيبام مثلا في اليمن عمارات 8 ادوار و 18 12 دور 13 دور، طلع لرجليهم 12 13 دور يعني، فالطابع العام بتاعها كده، انما في الطابع العام اللي احنا بنتكلم عنه ما ينفعش كده. في الستريت الاينمنت، ما بيبقاش في ستريت كده، الستريت الاينمنتس ليها كاركتر. طب في الميكس اوف لاند يوز، يعني ما بين سكني وتجاري وشقق وحاجات. في حاجه تانية مهمه قوي اللي هي الديفرنت ايج اوف بيلدينجز، يعني حتى لو المباني عندها طابع العام، انما مباني تجددت على فترات طويله، ما جاش حد كده راح شايل المنطقه كلها وبنى مجموعه عمارات كلهم يبان كده من دول 1960 بلوكات اياها دي، ما ينفعش الكلام ده. في ستريت اكتيفيتي، ايه اللي بيحصل في الشارع؟ يعني الشارع ده حاجه، والشوارع اللي فيها الستريت اكتيفيتي بتاعه المدينه التاريخيه والطابع العام له حاجه تانية. مثل لهذا سيدي بوسعيد خارج تونس على طول، منطقة جميلة جدا، وأصروا على الحفاظ على الطابع العام بتاعها، وأدي الطابع العام بتاعها، ما فيش عمارات عالية زي ما أنتم شايفين، ما فيش حاجة ضربة، ما فيش حاجة إزاز معمولة مرة واحدة، أدي الطابع. على فكرة السلالم دي are very famous، دي significant building location في سيدي بوسعيد، إنما الـ overall character بتاعه، أدي الشوارع السكنية، ودول دي مساكن private residences، دي مش حاجة حكومية، إنما كلها محافظة على الطابع العام حتى لو فيها نسبة ما فيش شوارع بالشكل ده، هذه الشوارع شكلها إيه؟ فالأكتيفيتيز دي مختلفة. طيب أعملها بقى conservation إزاي؟ conservation and reuse، المدينة is like a living organism، زي الحاجات البيئية بتجدد نفسها، ف ما اقدرش امنع ان كل حاجه لازم تبقى فروزن كده، ما لازم اسمح بالتجديد، انما في كونسرفيشن وفي ريوس. اكزامبلز من امريكا، ده الكابيتول في واشنطن، هكلم على الفساديزم ومشروع الريد لاين كومبلكس والسنسيتيف رينيوال الويلارد هوتيل. ده مجموعه من المباني القديمه مفروض انهم يحافظوا عليها، فحافظوا عليها شكلا. شكلا بمعنى ايه؟ الواجهه دي وده وراء الواجهه دي، مجرد واجهه، ادي من جواها الواجهه اهي، هنا ادي من جواها، ملهاش علاقه خالص، هنا it looks like townhouses actually they're not، ملهاش دعوه بالتاون. As you simplify، بكلمكم على greening of the national accounts، يعني اساسا احنا قلنا ان في scale of the economy والoutput structure وفي input output efficiency وفي environmental damage per unit of input، بيطلع الكواليتي اوف ذا انفايرمنت، هنا نقدر نحسب الحاجات دي كلها، ودي بوليسيز مختلفه، هنا انفايرمنتال بنفيتس والبوليسيز اللي بتجيب الانفايرمنتال بنفيتس دي، انما الحسابات دي كلها احنا كنا بنطالب انها تخش في الناشونال انكم اكونتس، والحقيقه فشلنا سنه 93 الامم المتحده وافقت انها تعمل انفايرمنتال اكونتس بس از ساتلايت سيستم اوف اكونتس، يعني
الدول تمشي زي ما شغالة بالجي دي بي وتعمل جنبها كده زي أنكس environmental accounts. فده كان الوقت ده كنا بنعمله أنا وأندرو ستير، كنا بنعمل هذا making development sustainable وبتاع الجرافس دي كلها. الناشونال انكم اكاونتس دي اللي هي العالم كله بيستعملها لغايه دلوقتي، هي فيها مشكله انها measures flows and not stocks. بالنسبه للي شافوا المحاضره بتاعه الفاينانشال ستيتمنتس، this is the equivalent of saying a revenue and expenditure statement but not a balance sheet. الدول ما بتعملش balance sheet. طبعا ده معناته انهم بيعملوا حاجات لو كانت شركه بتعملها كانت تروح السجن. زي ايه؟ انك انت تبيع الاصول بتاعتك وتعتبرها انكم، لانه باي ديفينيشن ال disposal of assets should be reflected in the balance sheet and in the absence of balance sheet ما ينفعش ان انا اقدر اقول عليه انه انكم. ف we wanted to add an environmental dimension. Will UN agree to environmental accounts? مشكله دلوقتي غابه زي دي is given zero value في الناشونال انكم اكاونتس. اذا حد قطعها it becomes a positive contribution. Positive not negative. بقت قيمه خشب بقى، نتكلم على الخشب. فالفورست دي ما لهاش قيمه في الناشونال انكم اكاونتس. فاحنا كنا عايزين نعمل جرينينج للناشونال انكم اكاونتس. طيب how do we do this؟ قلنا في الكونفنشنال ناشونال اكاونتس وهنعمل environmental accounts، بس the UN forced us to keep them separate. يعني كنا عايزين UN to adopt the integration بتاع الاثنين بس it didn't. ففي physical impacts، ونتيجة للphysical impact ده في dose response function، يعني بنقول نتيجة ده تأثيره ايه in pure quantity. يعني هنتكلم بقى ايه quantity physical impact. وبيبقى له health and production impacts. Health impact لو في pollution. Production impact لو في loss of natural resources زي مناجم باخد منها etc. etc. أو غابات بقطعها أو etc. وده is non-monetary. الاثنين دول non-monetary. These are physical quantities. وبعدين بنعمل لها economic valuation. خدوا بالكم أنا محمد صلاح. Economic, not financial valuation. وبنطلع impacts in monetary terms estimated from an economic function. وبعدين بعمل هنا بزود ايه بقى، في حاجتين بيحصلوا. Physical impacts is a resource depletion effect with environmental degradation. يعني احنا عارفين كويس قوي مثلا ان الصين زادت فيها الفلودز لانهم قطعوا الغابات، وان وجود الغابات من ضمن الحاجات الاخرى غير الفاليوز بتاعتها كهابيتاتس للطيور والحشرات والى اخره بتحمي ضد الفلادز. طيب او ده وضد السويل ايروجن وضد حاجات معينه. These are called environmental services. A degradation of the environment is different and additional to the actual physical loss. يعني اقول كان عندي 100 هكتار غابه وشلت منهم 20، اوكي اقدر احسب ال 20 دول ده از الفيزيكال ديبليشن، انما از ا ريزلت اوف ذات 20 اي هاف اولسو لوست بروتكشن ضد الفلود ولوست مش عارف ايه ولوست بايو ديفرسيتي. ده ريزلت اوف انفيرمنتال ديجريديشن. فعندي تو ليفلز هنا موجوده. فبعمل ايه بعد كده؟ اي كونفرونت ذيس تو وبعمل جرين ناشونال اكاونتس. الجرين ناشونال اكاونتس ده هي الاولانيه بعملها على two levels. الأولانية is just resource depletion، والتانية اللي هي بزود عليها environmental degradation. فطبعا احنا كان أملنا ان يحصل adaptation في الـ UN system اللي بتطلبه، انما الـ UN وافقت على الاثنين دول. يعني وافقوا على اللي موجود هنا، بس العلبتين دول ما وافقوش انهم لازم يبقوا، احنا كنا عايزين نفرض انهم لازم يبقوا integrated. طيب فاحنا ده بالنسبه للماكرو ايكونومكس مشينا عليها. في المايكرو ايكونوميك في البنفيت كوست اناليسيس اللي احنا مشينا عليها قبل كده بالنسبه للمشروعات، كان الكي ايشوز استيميتنج ذا كوست استيميتنج ذا بنفيتس اند ذا ديسكاونت ريت اند ذا تايم هورايزن.
شفنا ان الديسكاونت ريت والتايم هورايزن لهم امباكت ضخم جدا على الايفالويشن بتاع الكوست بنفيت. فوجدنا في دراسه عملناها الانفايرمنتال بيردن اوف ديزيز، قيمه الحاجات دي، يعني قلنا طب نحسب في الكوست بالنسبه للكوست. دي دراسه اتعملت في المكسيك سنه 1990، لقينا ان الديسابيليتي ادجستد لايف ييرز نتيجه الامراض اللي بتحصل is 37% non-environmental factors، 63% يعني تقريبا تلتين is due to environmental factors. زي ايه؟ traffic accidents, urban air, work related, home. دول كلهم الاماكن اللي بتتناجد فيها البروبلمز اللي ناسجة من الفاكتورز. non-environmental factors بنقصد بقى انه واحد عمره 80 سنة حصل له اللي حصل له، عيان بتاع جاله حاجة. المشكلة التانية اللي عندنا لغاية دلوقتي كانت، ودلوقتي بدأت تتغير شوية، أنا طبعا بتكلم دي إحصاءات من سنة 92، كان لسه أول IPCC، وكنا بنقول إنه التوقعات إن الـ costs بتاعت الأكشنز هتبقى عالية in the short term، ولكن الـ benefits هتبقى عالية in the long term. ففي بيس كيس ولونج تيرم، ولو في هاي دامج يحصل البنفيتس افويدد دامج، البنفيتس ار افويدد دامج. المشكله كان ان السنوات دي كتيره قوي، وبالتالي القيمه الفعليه باي ديسكاونتنج بيكمز وورثلس، يعني رافلي ديسكاونتد كاش فلو اوفر 20 ييرز از زيرو. ف I liked الجراف ده، بحب احطه كنت بناقشه، انه لو انا باخد an annual percentage rate of 10%، ادي 0%, 1%, 5%, 10%. كويس؟ The value of $1 after 200 years، لان احنا كنا بنتكلم على الامباكت بتاع الانفايرمنت 200 years from now. طبعا with the 0 rate it remains 1. With the 1 rate it becomes 7. With 5 it becomes 17,000. With 10%, it's 190 million. يعني if you were to use conventional cost-benefit analysis, you would have to justify every dollar spent today by benefits of 190 million 200 years from now. The conclusion of the story is, it's not a suitable technique. It's the wrong technique to use for long-time horizons. It's not that, boy, you need to justify it was very big number. لا. It's the wrong technique. لأنه في حاجات معينة, a range within which it's applicable, it has a certain value. Beyond that, you have to go to another technology or to another technique. But all it says, it's not that it says the benefits have to be huge. لا. It says, إنه, it's the wrong technique to use for evaluation against long time scales. جينا قلنا حاجة تانية. This is a case حطينا علامة استفهام هنا لسبب معين. ده كان مكسيكو 1985. كان الجروس دوميستيك انفستمنت 22%. Which is very healthy يعني كويسة. بس in effect لو شلت الديبريشيشن، محمد الشيحي مفروض تبقى متابع موضوع الديبريشيشن انت واشرف، الديبريشيشن بيبقى 12%. لو عملت less depletion of natural resources زي ما كنا بنتكلم بيبقى 5%. لو less degradation of the environment يبقى minus 2. ليه؟ لان وقتها كان في الكونتادورز اللي هو لما فتحوا النفطة الاولانية، امريكان عدوا الفرونتير وبدأوا يبنوا مصانع قذرة جدا وتوكسيك جدا on the Mexican side of the border على أساس أنهم بيعملوا بيوفروا وظائف. فالإنفستمنت ده looked big هنا، it became minus 2 هنا. حطينا علامة استفهام على أساس is this a unique case to Mexico? Is it unique to 1985? We didn't know. فwe decided to think again through the whole problem. وحرجع تاني للدياجرام ده كمان شوية. فعملنا a conceptual framework for environmental assets. فأساساً what is the total economic value
of an environmental assets. An environmental asset, whatever it is, yeah. ففي use values وفي non-use values. Use values الحاجات اللي أقدر أستعملها أنا. I actually use them. في حاجات زي ما كنا بنتكلم من شوية. جمال السينري، توافر البيوديفرسيتي ما بستعملهاش. إنما لها قيمة. فال use values في direct use extraction حاجة زي وفي indirect use. والnon-use values فيها existence value يعني حاجة كويسة أنا موجودة و other non-use value حاجلكم إليها دلوقتي هي إيه. وبعدين عملنا حاجة ما بين الاثنين سميناها option value. option value طبعا أي حد يعرف إن في الـ options إن أنا أقدر أدفع قيمة النهاردة في البورصة أو في أي حتة to retain an option إن أنا أشتري أسهم معينة بعد فترة معينة بقيمة معينة أو إن أنا هأجر شقة معينة أو أرض معينة بقيمة معينة بعد سنة أو بعد ست شهور وحدفع هذا المقدار لو أنا ما جيتش هيضيع عليا المقدار ده بس طول ما أنا حدفعت المقدار ده أنا بحتفظ بالحق إني أستعمل الأصل ده في ظرف زمني معين في فترة زمنية معينة فقلنا طيب يبقى في حاجة ما بين الـ use والـ non-use values تسميها option value لأن عندي direct use values هنا فأقدر أدفع option النهاردة عشان أحافظ على حقي في استعمال الحاجات دي مستقبلا فالحتة دي الـ conventional economics is reasonably good at الحتة دي يعني فيها a bit of a stretch يعني احنا بناخد من applications تانية بننقلها على الابليكيشن دي الحته دي كانت جديدة علينا في الـ environmental economics وقتها الـ indirect non-values دي زي ايه بقى طيب الـ direct use عندنا output that is directly consumed food, biomass, recreation يعني انا لما دام بروح وبستعمل موقع معين بدام بستعمله recreation it is a use وفي الـ indirect benefits زي الـ functional benefits الـ ecological services flood control storm protection كل الحاجات اللي كنا بنتكلم عليها دي اللي هي حاجات مش انا اللي بروح استعملها باخدها شخصيا انما هي كده موجوده كـ indirect use بستفيد منها من وجودها الـ options طبعا is to potentially use these assets in the future الـ existence values بقى في intrinsic value و moral value يعني زي مثلا لما أقول إنه example ما حدش مننا is likely to actually meet a rhinoceros in the wild أو a tiger in the wild يعني إنما يهمنا إن إحنا نعرف إن الحاجات دي ما اختفتش من الأرض In fact, في proof في ناس كتير بتدفع فلوس لWorld Wildlife Fund WWF وغيرها من المؤسسات عشان يحموا الـ species دي charismatic species in particular يعني الـ whales ومش الـ whales والحاجات دي كلها It has no real value أنا ما ولا بعمل ولا له functional value indirect ولا option value ولا use value إنما it's an existence value. أنا حاسس إن في قيمة إنها it continues to exist. في حاجات أنا حتى مش عارفها. إنما it's still a different value. زي مثلا biodiversity. I don't know what exists in biodiversity. We're discovering every day new things. ولكن في شعور أنا مش بتكلم بقى على the continued existence of the species. during my lifetime بتكلم ان انا دي حاجة عايز اورثها للأجيال القادمة انا شايف ان في قيمة في حمايتها للأجيال القادمة ودول legacy to future generations as you go in this direction you have there is decreasing tangibility في البنفتس benefits become less and less tangible but it doesn't mean that they are any less real They're just less tangible. يعني
هنا ممكن احسب كميه الفود اللي زرعته والبايوماس اللي طلعته والاستعمال اللي استعملته للارض، اقدر اقيسه دايركتلي بمعي. وبعدين في بنفيتس، وبعد كده في اوبشنز، وبعد كده في الكونتينيود اكزيستنس بتاعه السبيشيز، وبعد كده في بيكويست تو فيوتشر بيكمز ليس اند ليس تانجبل. انما احنا ضربنا مثل واضح جدا ان في الشركات في وول ستريت مثلا they are willing to pay for what is known as goodwill. goodwill يعني شركه زي كوكاكولا، اسم كوكاكولا ده له قيمه، قيمه كبيره. اسماء تانية ما لهاش نفس القيمه. طب واتس دي 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 يعني دي ما لهاش دعوه بقى بعدد المصانع وعدد المبيعات وبتاع، لا في جود ويل اسوشيتد وذ ا بارتيكولر نيم. النيم ده معروف في السوق والناس بتحبه وبتقدره. فلو احنا بشتري اسهم بتاع كوكاكولا هتبقى فيها قيمه اضافيه اتحطت فيها عشان اسم الشركه. Apple has a good name, etc., etc. But the fact that they are intangible does not mean إنهم they are not real and that they cannot be quantified. They can be quantified. How it works بقى ده اللي هنتكلم فيه بكرة. إنما the estimates have affected the legislation and have been supported in the US courts. ضربت الأمثلة بتاعت تعويضات مثلا. لما الإكسون بالديز كسرت المنظر الجميل، الدامجز دي تعادل ايه؟ لا اخذوا منهم دامجز بالملايين ومئات الملايين، حسبوها بوسائل وتكنيكس معينه ودخلت المحاكم واتوز سبورتد في المحاكم. الجلوبال انفايرمنت فاسيليتي از انذر اكزامبل اللي ضربته على الحكايه دي. امور از بينج دان تو داي از وي سبيك. هقول لكم حاجه بقى بتضايق الناس جدا، انما از ذا اذر سايد اوف ذا سيم كوين اللي هو الفول كوست برايسنج. يعني انا لو جيت دلوقتي وقلت عايز اعمل فول كوست برايسنج اوف ووتر، يعني لما احط مثلا ميه دلوقتي اريجيشن، وكنا لسه دكتور هشام بنتكلم في ان عدم وجود وضوح في الحاجات دي ادى الى سوء استعمال الميه اللي موجوده في سيوه، مش كده؟ وات از فول كوست برايسنج اكشلي بقى لو اطبق نفس الحكايه بقى the other way هلاقيها اتس كويت. ليتس تيك ذا اكزامبل اوف بروفايدنج ووتر، اتس اكشلي كويت كومبليكيتد. اول حاجه ما فيش خلاف عليها هتبقى الفول سبلاي كوست. يعني السبلاي كوست في كابيتال تشارجز، بنيت قنوات بتاعت او مديت انابيب او عملت بتاع ده كابيتال تشارجز، وفي اوبريشن مينتيننس كوست بتاع الاريجيشن سيستم موجود خلاص. يعني دول شود بي ستريت فورورد، اولدو في خلافات على الابلكيشن بتاعت الكابيتال تشارجز تتحسب ازاي. فده اول حاجه. فده ممكن نقول انه الفول ايكونوميك كوست هيساوي الفول سبلاي كوست زائد اوبورتونيتي كوست اوف ووتر زائد ايكونوميك اكسترناليتيز. خد الفول سبلاي كوست از ا كومبوننت اللي هو عشان نبص على دول، اللي هو ده فول سبلاي كوست. فول ايكونوميك كوست بياخد الايكونوميك اكسترناليتيز والاوبورتونيتي كوست زائد الفول سبلاي كوست. اذا خدنا ده لوحده it is based on operational maintenance زائد capital charges. There is no argument about the component، ولكن there are arguments about the discount rate to use to compute the capital charges. هل هتعمل amortization بتاعت الكابيتال بتاعت الأنابيب أو القنوات بتوع الري على 20 سنة ولا على 10 سنين ولا على 50 سنة؟ تفرق كتير قوي. زائد طبعا ان the market rate which rate should you use to compute the capital charge. The market rate, the opportunity cost of capital, social rate of discount. عشان كده كنا بنعمل benefit cost كنا بنقول خلينا في ال IRR اللي هو internal rate of return وبعدين نقارنه باللي انت عايزه بعد كده. انما لو انت بتعمل an actual discount to charge a cost you will have to introduce the value دي into account. The choice may make a very large difference in estimating حتى the supply cost. طيب. Opportunity cost of the water used. بدأنا نخش في مشاكل بقى. The opportunity cost هي is the value of the benefits lost by using the water for that particular use instead of another. يعني لو أنا استعملت المية دي دلوقتي للري
كميه الميه دي دلوقتي راحت في الري ما اقدرش استعملها في البيوت وفي المساكن وفي المصانع. يعني خلاص راحت هنا. الفرق ما بين ثمن الميه بالنسبه للبيوت وثمن الميه بالنسبه للزراعه is the opportunity cost اللي موجود في الحكايه دي. فهنا بس that applies طبعا implies ان في proper pricing. هنا بدخلنا بقى في circular argument لانه مفروض يبقى عندي proper pricing. لو انا بدي المية ببلاش للاثنين يبقى opportunity cost is zero. There's no way of calculating it يعني. Actually there is. بكرة هنتكلم في how to build a hypothetical demand curve. هنقدر نبني demand curve even when there is no actual payment being done. There's no difference in the willingness to pay the opportunity cost is zero. إنما estimating the opportunity cost in actual cases can be difficult. إنما في techniques تتعمل عليها ولكن المشكلة إنها في قضايا المية بالذات مهمة جدا لأن الفرق ضخم جدا 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 ما بين الري والمدن. يعني municipal water is ويمكن حوالي 70 ضعف القيمة بتاعت المياه الزراعية. يعني مش 10 أضعاف حتى تقريبا 70 ضعف المياه الزراعية. بتلعب دور كبير جدا. أما بقى الإيكونوميك إكسترناليتيز كوزد باي ذا يوز أوف ذا ووتر دي سهلة. إيكونوميك إكسترناليتيز أز أ كونسيكونس أوف ذا ووتر يوزينج يعني ذا موست أوبفيوس كيس واحد بيعمل بولوشن. أنا أبستريم واستعملت المية ونتيجة استعمالي لوست المية فاللي داونستريم مني مش عارف يستعملها. فده كوست لازم أدخله في الحساب أيضا. كده بقى we're almost done but بنزود على الفول economic cost environmental externalities. ممكن واحد يقول مدام حسبت environmental externalities هتبقى جزء من الفول economic cost إنما Actually, لما كنا في World Water Commission, which I had the privilege of chairing سنة 2000, we decided to keep the two separate, خلينا في full economic cost, لأن difficulties of the economic, the environmental externalities is big. They are determined, يعني أساساً بنقول فيهم, it damages to the ecosystem. Public health of exposed population, aesthetics of the impacted area, أنا شايف يا مايسر دخلنا في الحاجات اللي تعجبك بقى الاستاتيكس of the impacted area, الإيكوسيستم impact, public health يعني زاد سن البولوشن زاد قد إيه air pollution زاد قد إيه water pollution الحاجات دي يعني عشان تحسب بقى الإمباكت على public health هيبقى إيه بالنسبة للأفريج بيرسون ومين اللي هيستفيد من ده ومين مش هيستفيد من ده مين اللي هيبقى exposed الحتة دي ومين اللي هيبقى exposed الحتة دي becomes quite complicated يعني. إنما that's why we usually keep the environmental externalities separate. طبعا لو أنا حسبتهم أصبحوا economic externalities ودخلوا في حساب الفول economic cost. بس عشان ما أخشش في مشاكل إضافية it is much more direct إن الواحد يقدر يقول إن الفول economic cost I will charge the full economic cost اللي هو فيه supply costs زائد ال opportunity cost والeconomic externalities التلوث اللي حصل بتاع ده straight forward يعني ممكن واحد يحسبه. انما الحاجات التانية بتبقى والproblem ان احنا we are unwilling to charge the full costs anyway for anything يعني فنتيجة لكده الناس بتغلط في الكلام وتقول لك انه يا اخي خلي الناس الغلابة يستعملوا وسيب لهم المية ببلاش وسيب لهم نتيجة كده في سوء استعمال المية وبيحصل water logging وبيحصل ملوحة في الارض وبيحصل حاجات كتيرة جدا في ال سوء الاستعمال بتاع very valuable resource فنفس الحاجات اللي احنا بنعملها في البنفيت سايد لما كنا بنتكلم على الايكونومي بنعملها هنا في الكوست برايسنج. حقيقة جه ديفيد الله يرحمه ديفيد بيرسي was a young man على فكرة مات صغير قوي كان member of my team كنا بنشتغل سوا عمل حاجة اسمها genuine saving قال لي شوف خلينا نعمل الديسكاونتنج بتاع الانفستمنتس على أساس الـ actual assets والـ debt والحاجات التانية دي. طيب نرجع تاني للجراف ده وعلامة الاستفهام اللي كنا حطيناها هنا هو is it Mexico alone
is it just this year alone. فعملنا كل أمريكا اللاتينية على 25 سنة. طلع شكله كده. This is Latin America من 67 إلى 91 over the whole period. وبعدين قلنا طيب what if we were to net out بنفس اللوجيك اللي استعملناها في الجراف ده نستعملها هنا هنعمل cross investments وهنشيل منه depreciation والasset sales والحاجات دي وهنوصل لحاجة اسمها genuine savings. هنا ملفت حاجتين ان all of a sudden now we are below zero وصلنا للنيجاتيف values في حتت معينة الأمريكا اللاتينية كلها دلوقتي. فدلوقتي this poses a very real challenge to conventional economics. إنما السؤال هو how credible is this line؟ طب ليه is there a real challenge أولا؟ Well, okay, let's look at this line. هنا these two figures الاثنين 18%. Conventional economics would say these 2 years زي بعض. Actually, هنا عندنا plus 7.5 وminus 2.5. It's a huge difference. طيب السؤال بقى is how credible is this line. فقلنا طيب نعمل نفس الحسابات لكل دول العالم. Same calculation. وعملناها دي Latin America and Caribbean. ادي Latin America and Caribbean, East Asia, South Asia, وSub-Saharan Africa. What this shows, which is very, the two points اللي كنا بنعملهم comparison مثلا. What this shows, which is quite stunning in how it is, in the 1980s, Sub-Saharan Africa is going down, West Asia is going up. Dramatically so. Almost everybody would agree إن ده حصل. في Sub-Saharan Africa ما زالوا بيسموها the lost decade. التمانينات دي بيسموها the lost decade. But the fact that there was a huge decline while East Asia picked up is witnessed by reality. يبقى إذن الكيرف ده adjusted curve الأخضر بتاعنا ده it's capturing something real. So tell me يا جماعة اللي بتدافعوا على conventional economics why you don't want to recognize that it is masking vast differences in the reality of people's lives as measured in this fashion. We concluded that agreeing national accounts is needed to rectify errors and biases. It does not yield much on the income side, but sends strong policy signals about saving and investment, when a genuine saving is an important indicator of sustainability. قلنا لو عملنا genuine saving وورينا أن genuine saving is positive, يبقى إحنا at least we are on a reasonably sustainable path. فده كانت the first steps في الحكاية دي. جينا بعد كده redefined sustainability كلها. قلنا sustainable development الحقيقة البرانتلاند كوميشن عملت لنا مشكلة كبيرة قوي. أشهر تقرير اللي هو البرانتلاند ريبورت بتاع 1987